السلام عليكم. خطى البرلمان إلى ميزانية عامة خطوات ناقصة التوافق في نظر الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، وأقرها بنحو 179 مليارا. وتحدث أعضاء اللجنة المالية للبرلمان في مؤتمر صحفي أنها ليست ميزانية مثالية وإنما توافقية، وأن المركزية هو الضامن لتوزيعها بين الحكومتين، بل وصرح نواب بأنه تعهد بتغطيتها مع العجز الحاصل فيها. فكيف يستقيم هذا الموقف مع تحذيرات المصرف المركزي طوال الأشهر الماضية عن توسع الإنفاق وشكواه من الإنفاق الموازي وذهابه إلى فرض ضريبة تلافيا لعجز محتمل؟ ثم إذا كانت ميزانية توافقية، لماذا يعارضها البقية؟ وهل المضي فيها واقعي؟ وأيضا ما هذا الشكل الجديد للدولة الليبية؟ وهل بتنا أمام ترسيم معلن للانقسام؟ إذا نبحث هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوفنا في حوارية الليلة. سيكون معي عبر خدمة سكايب من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي محمد بويسير، ومن واشنطن سيكون معنا أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة إبراهيم هيبة، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس سيكون معنا رئيس المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات السنوسي بسيكري. أهلا وسهلا بكم جميعا، ولعلي أرحب بضيفي أيضا عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب السيد عمر تنتوش. أهلا وسهلا بك سيد عمر. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ. شكرا لك لقبولك دعوة ليبيا الأحرار. ابتداء أستاذ عمر، هل فصلت معنا وأطلعتنا، هل هي ميزانية خاصة بالحكومتين؟ هذه ميزانية موحدة للدولة الليبية. طيب أستاذ عمر، أعجبتك باختصار، هذه ميزانية موحدة للدولة الليبية، بمعنى أدق وأوضح للمشاهد، هل هي مقسمة بين الحكومتين؟ ميزانية موحدة للدولة الليبية، وستصرف على الليبيين وعلى المشروعات وعلى كل الإنفاق العام في الدولة الليبية، وهي أداة من أدوات التخطيط والرقابة، وملزمة بحكم القانون وبقانون، ومبوبة وتتيح للجهات الرقابية من عملها ومراقبة عملها في الإنفاق العام وفي تسيير وتيسير الخطة التي وضعت بقانون الميزانية. بمعنى أن الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، في الرقابة الإدارية وأيضا هيئة مكافحة الفساد، هي المعنية فضلا عن مكتب النائب العام بمراقبة كل أوجه الصرف لهذه الميزانية. كنت تريد استفزازي بشكل، خليني ننسحب وقل ما شئت. أنا قلت الأجهزة الرقابية، لم أقل شكشك ولم أقل غير ذلك. الأجهزة الرقابية يا سيد عمر من الاستهزاء بك، في ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد. طيب أرجو أن يتسع صدرك فقط لتساؤلاتنا. لا, 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 لا إذا كان عندك عمر أغراض أخرى، لا ليس هناك أغراض أخرى، لا يوجد أستاذ عمر لو سمحت لي، وهذا ما نود معرفته عن طريقك. وأستاذ عمر صدقني نمتلك من الجرأة والوضوح والشجاعة، والاستفزاز واللغة ليس استفزاز، ليس استفزازا. إذا كان بتحدفها بايك ما أستطيع. طيب يا أستاذ عمر اسمح لي، اسمح لي رجاء، لماذا كل هذا التوتر؟ لماذا ليس هناك أي داعي؟ تفضل، لك البراح في أن تنسحب، أنت عضو مجلس نواب، قدمت ميزانية بهذه القيمة من المليارات، لماذا تتعامل بهذه الفوقية؟ ليبيا الأحرار تمتلك من الجرأة والشجاعة في أن تكون واضحة في الطرح. هو سؤال واضح، البلاد منقسمة اليوم، الحديث كان عن حكومة موحدة، لا يتسع صدركم حتى لتساؤلات ليبيا الأحرار والصحفيين والمراقبين وللرأي العام الليبي. اليوم المواطنين بحاجة لكل هذه التوضيحات. لك كل البراح، أنت حضرت هنا براحتك، ولك أن تغادر كما تشاء وبراحتك أيضا. أما عندما نسأل عن انقسام حاصل يشهد عليه كل
المواطنين الليبيين يشهد عليه القاسي والداني ولا تريد الخوض في هذا الأمر، وفقط تريد مسألة أن نؤمن على ما قمتم بصرفه اليوم كل هذه المليارات. اسمح لي، هذا ليس دور الصحافة الموضوعية والحقيقية، هذا ليس دورنا هنا في ليبيا الأحرار، لربما دور جهات أخرى لها علاقة بكم أنتم في مجلس النواب. على كل، شكرا لك سيد عمر تنتوش، وتمنيت لو اتسع صدرك لتساؤلات وإيضاحات الناس وأيضا السادة الضيوف الموجودين، لكن كما تعودنا دائما من عند الجهات المسؤولة لا سيما من عند مجلس النواب يريدون فقط التأمين على كل القرارات الصادرة من قبلهم، لا يريدون من أحد أن يستفهم أو أن يتساءل. طيب، والمساحة ما تزال مفتوحة لديك للمشاركة والاستيضاح. ديوان المحاسبة أنتم سميتم ديوانين سيد عمر، وانت سيد العارفين، هيئة الرقابة الإدارية أنتم سميتم رئيسين لها، وكذا الأمر بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد، وتصرف الميزانية هنا وهناك. عندما نتحدث عن الرقابة هي في ظني أقل الحاجيات التي من الواجب أن يتحصل عليها المواطن الليبي، وبالتالي أزعجك سؤال الرقابة، أين ستصرف هذه الأموال وكيف ومن الرقيب أو الحسيب عليها؟ هناك جهاز إعادة الإعمار والبناء المكلف من قبلكم والذي كلفتموه بقرارات لأول مرة في التاريخ الليبي حتى إبان عهد القذافي لم أحد يتطرق إليها فيما مضى. وبالتالي عندما نتحدث عن من سيراقب هذه الميزانية تستاء وتغضب، لك البراح في المغادرة بطبيعة الحال، هنا أنت أمام صحافة حرة، أمام صحافة ما بعد فبراير سيد عمر تنتوش، وبالتالي يجب أن تحترم المواطن وتحترم الصحافة والصحفيين وتجيب على استفهاماتهم. لا أحد عاب فيك ولا غلط فيك، وجهنا لك سؤال واضح جدا، لكن من الواضح أنه استفزك لأشياء لربما هي في ذهنك وذهن زملائك من أعضاء مجلس النواب الذين أقروها اليوم وليس عندنا نحن. على كل حال سيد سلوسي بسيكري، اعذرني على هذه المقدمة وليعذرني الضيوف والسادة المشاهدين، ليس هكذا تعودنا في ليبيا الأحرار أن نتعامل مع ضيوفنا. في مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة المالية البرلمانية منهم السيد عمر تنتوش الذي انسحب الآن دون أن يوضح أوجه الصرف وكيف ستصرف ومن سيراقبها، وصفوا هذه الميزانية بأنها ليست مثالية، هو قال ذلك، وقال بأنها توافقية بعد اجتماعات ضمت ممثلين عن حكومة الوحدة الذين أكدوا لاحقا عدم اطلاعهم على المشروع. ميزانية توافقية، ماذا يعني هذه اللفظة أو ما الذي تعني هذه اللفظة؟ وهل هي ميزانية مخصصة حسب فهمك؟ ونحن للأسف تغيب عنا المعلومات لعدم التزام السادة أعضاء مجلس النواب بالشفافية وإطلاع الرأي العام على كل ما يقررونه، هل هي لحكومتين أم لحكومة واحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك أستاذ محمد وحي ضيوفك وكل من يتابعنا. أخطر ما يسبب مزيد من التأزيم في إدارة الأزمات أن تفكر للأزمة بتفكير أو بمنطق أو بمقاربة مأزومة. نعم. بمعنى أنك أنت أمام وضع معقد ومتشابك ومتناقض، وأسباب الصراع فيه والخلاف والتناقض أكثر من مساحات التقارب، فتأتي وتفكر بشكل ليس إصلاحي وليس جذري وليس بأفق يأخذ في حساب المدى المتوسط القصير والمتوسط والطويل، ولكن تكرس الأزمة بمزيد من التأزيم، بمزيد من دواعي الإغراق في التأزيم. على سبيل المثال، المسار السياسي كان باتجاه أن تكون هناك حكومة واحدة، غيرنا المسار من حكومة واحدة إلى ميزانية موحدة. شوف، هذا هو التفكير المأزوم اللي تعالج به أزمة شديدة التعقيد. نعم. ما عرفتش تحل مشكلة الحكومة الموحدة على مستوى البلد، فعديت فكرت في ميزانية موحدة بغض النظر عن من سيشرف على إنفاق هذه الأموال الضخمة والرقم الكبير اللي اعتمد، وهو قرابة 180 مليار دينار ليبي، يؤكد لك أنهم سيتعاملون مع حكومتين.
وسيصبح في أجهزة رقابية لحكومتين، بمعنى ازدواجية في الرقابة وازدواجية في المتابعة وازدواجية في المحاسبة. فأنت بهذا الشكل تخطو تقفز قفزة، شوف التأزيم يا أستاذ محمد، تقفز قفزة عالية طويلة المدى. نعم. باتجاه مزيد من التقزيم، اللي تقسيم التأزيم اللي هو عنوانه تكريس التقزيم، مأسسة التأزيم التقسيم. نعم. التمهيد لانقسام حقيقي بكل أبعاده ومتطلباته واحتياجاته. لماذا لا تكون توافقية؟ لماذا لا تكون كما تفضل السيد عمر تنتوش الذي ضاق صدره لربما بتساؤلات الصحفيين في ظهورات قليلة له هو على كل حال، لماذا لا تكون توافقية؟ لماذا لا تكون لكل الدولة الليبية؟ لفظ التوافقية لفظة جميلة جدا، وأنا معها في 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 مراحل معينة سبقت حتى الانتخابات وكذا، أنه والله بدل ما نلج إلى الديمقراطية وأدواتها في مرحلة صعبة ومعقدة، خلينا نمشي بالديمقراطية التوافقية إن صح التعبير. نعم. لكن رأي الألفاظ مطاطة، وكل طرف يمكن أن يستخدم من الألفاظ ما يبرر به ما هو خلافا لما قصده. تقول لي توافقية، ولكن أنت في الحقيقة ما لكش متوافق، أنت النزاع بينكم ضارب في العظم، متجاوز اللحم واصل في العظم، وتبي تغطي هذا النزاع بشكل هو تكريس للمرض مش معالجة. بعدين تقول أنت هذه ميزانية توافقية، نو. التوافق هو معالجة الإشكالات الرئيسية، أن يكون هناك حكومة واحدة ومجلس تشريعي واحد، وأن يكون هناك مؤسسات لتنفيذ الميزانية موحدة، ثم مؤسسات للرقابة عليها موحدة. هذا هو التوافق، هذا هو مسار التوافق الصحيح. لكن أنت تركت كل هذا، خليت المجلس التشريعي مجلسين والحكومة حكومتين وأجهزة الرقابة مزدوجة، ثم تصرف أموال بمبالغ هائلة لترضي كل الأطراف، ثم تقول هذا توافق. طيب، هذا تزييف للتوافق، هذا أمر خطير أنا لا أقبل به. خاطب الناس للانقسام بما هو صحيح، وعالج الأزمة بمقاربة إصلاحية. مأسسة الانقسام كما ذكرت، وتزييف للحقائق أيضا. سيد إبراهيم هيبة، أعضاء اللجنة المالية في المؤتمر الصحفي التابعين للبرلمان، يعني والذين كنا نود حضورهم لإطلاعنا على البيانات الواردة فيما أقر اليوم، وأن يتعاملوا بشيء من الشفافية والوضوح مع الرأي العام الليبي الذي تصرف وتهدر أمواله على مرأة ومسمع منه، ولا يدري كيف جاءت وأين ذهبت وما الذي صرف منه وما الذي تبقى و ما هي حجم المشاريع التي أنجزت. وبالتالي قالوا إن المصرف المركزي اليوم هو الجهة الضامنة لتوزيع هذه الأموال، الحديث عن 180 مليار بين كل أو بين الحكومتين، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وأيضا رئاسة السيد حماد للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، وأنه لن يكون هناك أي صرف موازي خارج هذه الوثائق. بالتالي الاستفهام الذي يطرح نفسه اليوم، هل نحن بصدد أزمة جديدة أم بصدد حل للأزمة الراهنة التي نعيشها؟ أهلا بك سيد محمد، وأهلا بضيوفك الكرام وكل المشاهدين. هو في الحقيقة سيد محمد، يعني الانقسام السياسي هو أمر واقع، هذا ما هو جديد، البلاد منقسمة منذ فترة طويلة. أنا أعتقد أن هناك مؤسستين لا تزال تحافظ على وحدة البلاد بشكل أو بآخر، هي مؤسسة النفط والمصرف المركزي. هاتين المؤسستين الوحيدتين اللي شورهم خلينا نقول المصدر الدخل الدولة الليبية الرئيسي، اللي هو النفط والبنك المركزي اللي يتصرف في هذه الأموال. وبالتالي أنا أعتقد أن هاتين المؤسستين الوحيدتين القادرتين على توزيع واردات النفط ما بين الحكومتين، حكومة برقة وحكومة طرابلس. وبالتالي أنا في تقديري، يعني اللي يبدو لي أن كل المؤشرات تؤشر على أنه من الصعب توحيد الدولة الليبية في إطار حكومة موحدة اليوم. هناك معرقلات كثيرة، هناك عدم جدية من القوى السياسية اليوم في
في المضي قدما نحو تشكيل حكومة موحدة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة. وبالتالي هناك مصلحة أيضا، هناك مصلحة للقوى السياسية المختلفة في البقاء المشهد على ما هو عليه، وهناك عجز من البعثة الأممية اللي من المفترض أن تساعد الليبيين في المضي قدما نحو توحيد البلاد وفتح صفحة جديدة، بناء مستقبل في إطار دولة موحدة وانتخابات جديدة وإعادة الشرعية للشعب الليبي. وبالتالي اليوم السؤال اللي يطرح نفسه هو كيف ممكن تقاسم واردات النفط. للأسف أن الدولة الليبية، وأنا أتحدث على هذا الأمر منذ فترة طويلة وكم مرة، أن الدولة الليبية غير محظوظة بالنفط. وبالتالي أنا أعتقد أن النفط اللي تعتمد عليه الدولة الليبية بشكل تقريبا إلى 98% من الدخل الأساسي للدولة الليبية، اليوم بسبب الاتفاق هذا النفط قد يقود إلى حرب أو قد يقود إلى استمرار الوضع على ما هو عليه في حال توافق القوى السياسية على تقاسم واردات النفط. وبالتالي أنا أعتقد أن إحنا انتقلنا من مرحلة الحرب ومرحلة الصراع على واردات النفط إلى مرحلة الاتفاق على تقاسم واردات النفط. وبالتالي هناك اتفاق ضمني ما بين القوى السياسية جميعا، لا أحسستني أحدا سواء كان موجودة في طرابلس أو موجودة في برقة أو في الزن، على تقاسم واردات النفط. وهذا سيقود إلى ماذا؟ سيقود إلى تعزيز الانقسام، تعزيز الوضع الراهن على ما هو عليه. ما هي المؤسسات اللي يعني ممكن أن يثق فيها بشكل أو بآخر على توزيع هذه الواردات؟ هو مؤسسة النفط والبنك المركزي. وبالتالي طيب، البنك المركزي اليوم يحاول أن يلعب هذا الدور. وكأن في حديثك أيضا دكتور، وكأننا نرسخ لحالة الانقسام عبر توزيع هذه الموارد على سلطات مفتتة وموزعة في الشرق والغرب، ويتبدد حلم الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع. سنأتي معك للتفصيل في هذه النقطة، وأنت تحدثت بشيء من الواقعية عن الظرف الذي نحياه. أستاذ محمد بصير أهلا بك. غياب الشفافية، غياب التوضيح، عدم وضوح هذه الأرقام بالشكل الكافي، عدم وضوح هل هي موزعة على الحكومتين، موزعة على المؤسسات التابعة للحكومتين، كيف ستصرف المدة المتبقية لصرفها، لماذا تغيب كل هذه الأجوبة عن لربما أعضاء مجلس النواب الذين أقروا قانون الميزانية اليوم؟ وهل هذا الرقم 179 مليار أستاذ محمد يضمن الحياة الكريمة للمواطن الليبي اليوم؟ أستاذ محمد، أولا أنا بيك تعتذر لظناء عمي العواقير في تكساس، أنا مش في واشنطن، أنا قاعد في دالاس، يزعلوا منك بعدين. أهلا بك يا سيدي. ثاني حاجة، أنت أجمل ما ذكرت في عبارتك الجميلة هذه، هي قصة الحياة الكريمة. الحياة الكريمة ماذا تعني؟ نحن نرددها، الحياة الكريمة تعني أن الإنسان أو الأسرة يكون لديها الإمكانية المادية لكي يتوفر لها البيت الجيد وفي حي جيد وخدمة صحية جيدة وخدمة تعليمية جيدة، وأن الأطفال لم يطلبوا حاجة، الأب ما يكونش قليل الحيلة، وأن هو عنده سيارة كويسة، وأن ساكن في مدينة مضيئة، وأن لما بيكون عنده أجازة يلقى وين يشيل عياله وين يمشي، ما يقعدش يشوف الأمور وما قدرش يجيب. هذه هي الحياة الكريمة اللي يتحدث عليها. ولكن الإنفاق المالي لم يكن أبدا في يوم من الأيام هو مكون الأساسي للحياة الكريمة. يعني لو نعطيك رقمنا، عهد العقيد القذافي من 70 للألفين وعشرة أنفق 1000 مليار دولار، تريليون دولار. هل تحققت الحياة الكريمة؟ لو كان في حياة كريمة في ليبيا رغم طلعوش الشباب في الشوارع وصارت الثورة وتدخلات والكذا وني. لا، الإنفاق لا يسبب الحياة الكريمة. ما يحدث الآن في ليبيا باي، كيف تحقق الحياة الكريمة؟ كيف تحقق المجتمعات المتقدمة الحياة الكريمة؟ إنها تخلق، أنها ترتب السوق بحيث يصنع وظائف جديدة للناس، لأن كل يوم عندك ناس خش سوق العمل وكل يوم الناس تبي وظائف، لأن الوظيفة هي التي تحقق الدخل، الوظيفة الحقيقية وليس وظيفة المعونة الاجتماعية اللي تدير فيها الحكومة تعين ب200 دولار تقول لها هذه وظيفة، ما يخدمش. فخلق الوظائف هو أساس الاقتصاد الناجح. يعني نعطيك مثال، وأنا لا أقارن ولكنني أدعو الجميع أن يفكر في هذا الأساس. أول ثلاثاء من كل شهر في الولايات المتحدة تصدر الجهات الإحصائية
رقم الوظائف التي صنعها الاقتصاد الأمريكي في ذلك الشهر. أنا أعطيك شهر نعطيك سنة 22. الاقتصاد الأمريكي سنة 22 خلق 34 مليون وظيفة جديدة، مش وظيفة تقاعد واحد وخش واحد مكانه. 34 مليون بمعنى 10% من عدد السكان. يعني نحن في ليبيا من المفترض أن نحن سنويا ننتج في حدود 700 ألف وظيفة حقيقية، مش وظيفة حطهم في البريغا بال 400 واحد، حطهم في زويتينا وما يخدموش. هذه لا تتحقق عندنا. نحن ما عندناش أساسا اقتصاد يزيد عن حكومة هي الآن منقسمة، الطرفين يتصارعوا على حاجة واحدة، على دخل النفط، ولذلك هم مختلفين سياسيا ولكن متفقين في أنهم يأخذوا المردود النفطي، ولذلك توافقوا على ميزانية. الحجم الميزانية ماذا يعني؟ يعني تعال نشوفوا، هل هذه الميزانية سيبنى عليها أن الخدمات الصحية في ليبيا ستتحسن؟ هل سيتحقق بها تحقيق اكتفاء ذاتي في الإسكان؟ هل سيتحقق بها أن مدارسنا تكون مدارس حقيقية؟ هل سيتحقق أن الكهرباء ما تقطعش 6 أيام؟ هذا غير وارد. اللي وارد هو مجالات للإنفاق تستطيع هذه الطغمة الحاكمة أن تسرق فيها وبدون رقابة. إعادة الإعمار في برقة ممنوع الرقابة عليها حسب قانون إنشائها. في طرابلس أيضا المؤسسة الوطنية النفط أنفقت تقريبا 100 مليار دولار في 3 سنوات اللي فاتن، هذين 100 مليار عفوا دينار ليبي، عرفت خذتهن بدون فعلا ما يزداد الإنتاج، بالعكس الإنتاج تقريبا نقص في بعض الأماكن. إذن يجب أن نفهم حتى لا نغوص في نقاش في موضوع غير موجود. هو ما تتحدث عنه سراب، ولكن الحقيقة طغمة حاكمة مشكلة مؤسسات. الراجل اللي انسحب عندك ليش انسحب؟ لأنه عارف مش محتاج لصوتك في الانتخابات، هذا انتخب مرة واحدة وحيقعد عندي يموت في المكان، وبالتالي مش محتاجك، ولو محتاج لك راهو انحنى أمامك، راهو قال اللي هني، هو مش محتاج للجمهور. ولذلك المواطن الليبي هو الخاسر الأول، لأن هذه الميزانية تعني أنهم حيعلقوا بايب لاين في الاحتياطيات. السيد الكبير باين هو آخر ما نحلم به. بس مهندس محمد الآن هو الحق في الوصول إلى المعلومة في تنوير الرأي العام. وصل الأمر للأسف ببعض المؤسسات ولا نعممها أنها لا توضح لنا حتى متى أقر هذا القانون، كيف أقر، وكم عدد الحاضرين فيه. هم يخالفوا حتى لربما في كثير من اللوائح الداخلية والقوانين الناظمة لعملهم، وبالتالي هذه خطوة نتمنى أن نصلها في المدة القليلة القادمة في ليبيا. سيد سنوسي بسيكري، المركزي منذ فبراير عبر بيانات له يشكو الإنفاق الموازي وعملية التوسع أيضا في الإنفاق، وبعد أشهر من الآن ينقل نواب عن بعض أعضاء مجلس النواب تعهده بتغطية ميزانية أخرى، وحتى العجز الناجم عن هذه الميزانية. ما تفسيرك لهذين الموقفين المتناقضين من قبل المصرف المركزي؟ قبل أن أجيبك على سؤالك، بس تعقيب على نقطتين ذكرهن الأستاذ دكتور إبراهيم. الأولى صعوبة الوضع، صعوبة توحيد مؤسسات الدولة، وبالتالي قد يصبح مفهوما أن يقع ما وقع اليوم من ميزانية موحدة تتقاسمها حكومتين وتراقبها مؤسسات مزدوجة هنا وهناك. والمسألة الثانية أنه خلاص الساسة الليبيين قرروا تقاسم الموارد. ليس من حق أي من المؤسسات الموجودة اليوم أن تقرر تقسيم موارد الدولة بهذا الشكل. في رأيي الشخصي كلها منقوصة الشرعية، وبالتالي بأي أساس قانوني دستوري صحيح ننتقل إلى تغيير أساسي وكبير في 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 إدارة المالية العامة للدولة؟ هذه مسألة. الثانية يا سيدي الفاضل، إذا كانت بتقول خلاص حكومتين وسلطتين وكيانين في الشرق والغرب مستقلين، ديرها بشكل صحيح، شرع بشكل صحيح، أعطي للليبيين على الأرض 7 مليون الحق في أن يقرروا
هل يريد تقسيم بهذا الشكل اللي الآن جاري اليوم، حكومتين قاعدات ومؤسسات مزدوجة هنا وهناك، وعطيهم فلوس الليبيين يصرفون كيف ما يشاءوا بدون رقابة حقيقية وتدقيق سليم وصحيح؟ أعطي المواطن الليبي الحق عبر استفتاء أن يقرر بأن الوضع الحالي حكومتين مقبول، وأن الميزانية ب 180 مليار مقبولة لتقسم على حكومتين. من الذي يعطيهم هذا الحق؟ وخلينا نقوله بأن في انقسام. الليبيين يقروا، ما أنا 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 نعقب على الدكتور إبراهيم اللي قال بأن هذا واقع أصبح موجود. هو واقع مرفوض، واقع سيء مرفوض. تبي تجعل واقع منطقي، أعطي الليبي الحق. الليبيين هم عبر استفتاء يقروا شن شكل الدولة، فدرالية والله كونفدرالية والله دول، انقسام حقيقي، انفصال، انقسام حقيقي. خلي الليبي يقرر عبر استفتاء صحيح تشرف عليه مؤسسات محلية ودولية ذات اختصاص. انقسموا، نقعدوا حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وكانت بتعطي للجنوب حقه حتى هو، وبعدين تقسم موارد النفط بشكل دستوري عبر استفتاء ماشي. لكن والله مغيب الليبيين، لا في انتخابات ولا في دستور مستفتى عليه مقرر شن شكل الدولة وشن شكل إدارة الموارد متاعها، ويجوا عدد محدود ناقصي الشرعية ليقرر كل شيء، وكل يوم يمشوا ستيج، كل يوم يمشوا مرحلة في تأزيم الوضع. هذا مش مقبول. أعد للليبيين الحق في أن يكون يقرروا شكل الدولة، شكل نظام الحكم، كيفية توزيع الموارد. هنا والله إن كنت حتى رفضها سأذعن لها، لأن هذا هو الديمقراطية وضع التسليم بها. لكن بهذا الشكل هذا وضع خطير. عدد محدود من الناس وضعهم الشرعي منقوص، متجهين اتجاهات غريبة جدا إلى المجهول، وليس إلى الأفق المضيء اللي يبحث عنه الليبيين. طيب. نعود إلى سؤالك لو سمحت. طيب حنجي لك في الجولة القادمة سيد سنوسي حتى تمكن من توزيع الوقت بشكل عادل بعد إذنك، لأن النقطة التي ذكرت أنت وردت بها كانت في غاية الأهمية، لذا لم أرد مقاطعتك عفوا. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال أيضا للدكتور إبراهيم هيبة، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، صرح وقال أن هذه الميزانية، وسمعته حضرتك على الهواء دكتور قبل أن يغدرنا مستاء، ستكون موحدة لكل الدولة الليبية. ولا أعرف ما معنى الدولة الليبية. الدولة الليبية اليوم في شكلها المؤسساتي منقسم، وفي شكلها التنفيذي منقسم، وفي شكلها العسكري منقسم، وبالتالي هو قال بأنها ستكون موحدة للدولة الليبية توطئة لاختيار حكومة موحدة استكمالا أيضا لتوحيد المؤسسات. أنا نقلت عنه ما ذكره، ويبقى السؤال هو دكتور، ما الذي يؤكد أو ينفي هذا الطرح الذي تقدم به السيد تنتوش؟ هو سيد محمد، أنا لا أستطيع أن أشكك في وطنية السيد تنتوش أو أعضاء مجلس النواب أو أي ليبي. أنا أعتقد أن الكل في مشكلة حقيقية، الكل يعتقد أن الدولة الليبية تمر بمنحدر تاريخي خطير أو مفترق طرق يعني. وبالتالي أنا أعتقد حتى وإن كان البعض أو سلوك البعض السياسي سلوك يقود إلى تعزيم الوضع السياسي والانقسام، ولكن في داخل كل مواطن ليبي حسرة حول خطر ذهاب الدولة الليبية نحو التقسيم أو انزعاج حقيقي حول الانقسام الوارد اللي حادث في ليبيا. وبالتالي أنا أعتقد أن السيد تنتوش يريد أن يقول أنه بالرغم من تأزم الوضع، خلينا نتحدث يعني كأني نائب عن بلسانه يعني، برغم من تأزم الوضع الموجود والانقسام الموجود، إلا أننا لازلنا نحاول أن نحافظ على وحدة البلاد على أقل تقدير عن طريق يعني الخروج بميزانية أو قانون ميزانية موحد الدولة الليبية، ونقسموها ما بين حكومة دبيبة وحكومة سيد حماد. طيب اسمح لي أن أقابلك بوجهة النظر الأخرى دكتور إبراهيم. نحافظ على شعارة معاوية. نعم. أليس هذا ترسيخ للانقسام؟ أليس هذا لو نظرنا، وأنا أنقل وجهة النظر الأخرى وأحييك على لعب دور السيد تنتوش الذي كان من الواجب أن يكون معنا كونه هو عضو مجلس النواب الممثل عن الدولة الليبية، عن دائرته، عن مدينته، وبالتالي هو من أقر هذه الميزانية لكي يوضح للليبيين لماذا أقرت وكيف أقرت. لكن وجهة النظر المقابلة تقول لك هذا ترسيخ للانقسام، وجهة النظر المتشائمة أو المتشككة تقول لك بهكذا هم ضمنوا البقاء على كراسيهم عوض العشر سنوات لربما سنوات أخرى مديدة. يعني
ألا يبدو أو ألا تبدو لك هذه الاستفهامات واقعية ومنذرة بوضع أسوأ مما نحن فيه اليوم؟ هو يعني من واضح أن هناك عجز من قبل القوى السياسية على توحيد البلاد، هذا واضح، ولكن وهناك عجز حتى قلت من بعثة الأممية في مساعدة الليبيين على توحيد البلاد والذهاب إلى انتخابات جديدة وإرجاع السلطة للشعب أو الشرعية للشعب باختيار من يمثله. وبالتالي أنت تتعامل مع الواقع، الواقع هو أن هناك انقسام سياسي. لأكون معك أكثر وضوحا دكتور إبراهيم، نعم وأنت الرجل المثقف الذي طلعت كثير من التجارب لربما الخاصة بالدول، لسيما تجارب التحول الديمقراطي، اليوم هل يمكن لديوان المحاسبة الذي في كل تقاريره السابقة أن كتب ولو حرف واحد على ما يحدث في مناطق سيطرة البرلمان وقوات عملية الكرامة فيما يتعلق بما صرف وكيف صرف وما الذي تبقى، هل يمكن لهيئة الرقابة الإدارية أن تقوم بذلك والأمر يسري على هيئة مكافحة الفساد؟ بالتالي من الذي سيراقب هذه المخصصات للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أي برئاسة حماد؟ وأعتقد سيد محمد أنك أنت تتحدث بلغة أن ليبيا دولة ديمقراطية ودولة مستقرة وفيها شفافية وفيها. هذا موجود، هذا غير موجود في ليبيا، أن نكون واقعي هذا الأمر غير موجود، يوجد فساد يمخر يعني أركان الدولة الليبية في كل مكان. طيب الفساد هو سيد الموقف اليوم في ليبيا، لا نتحدث عن دولة ديمقراطية وشفافية ومحاسبة وقضاء وعدالة ومش عارف، لا توجد هذه الكلام في ليبيا، يوجد القوية في الضعيف، ليبيا توجد حكومات مش حكومة واحدة، يوجد رؤساء. أنت انظر مثلا، أقول لك مثلا برقة وفزان يسيطر عليها الجيش، انظر لطرابلس مين يسيطر عليها، عندك 20 رئيس و20 حكومة، عندك 20 طيب. جيش عرفت لنحيل. ليبيا لا تمر لنحيل هذه النقطة حالها. لنحيل نعم. هذه النقطة للسيد محمد بويسير، نعم. يعني ألا تعتبر أو تعتبر سيد محمد اليوم خطوة البرلمان أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، تعاملوا مع الواقع الحاصل، هم تمسكوا كما ذكر الدكتور إبراهيم بشعرة معاوية لوحدة الوطن والتراب الليبي بتوحيد الميزانية، وقد تكون هذه كما ذكر سيد تنتوش هي خطوة أو توطئة لاختيار حكومة موحدة وأيضا توحيد باقي المؤسسات، لماذا لا ننظر إلى الجانب الإيجابي من إقرار هكذا ميزانية ولو كانت بمئات المليارات؟ أستاذ محمد أنا أستغرب، يعني أنتم تستعملوا في ألفاظ ذا وجود لها، يعني ما نقول برلمان، هذه ناس تقول على روح برلمان، البرلمان ينتخب كل فترة دورية، في أمريكا سنتين، في بريطانيا خمسة، واحد قاعد له 55 سنة في مكانة انتخب مرة واحدة وما يبيش خش انتخابات أخرى، كيف برلمان؟ عرفت؟ فأنا أستغرب حكومة، يعني كل واحد طلع لي ودير لي رئيس وزارة ووزير وكذا، هذه ناس تدعي إنها حكومات، هذه يعني دعني أتحدث حقيقة بما أراه أنا بهالنظارة هذه الرخيصة، فهمت؟ ليبيا مش انقسام، ليبيا تتآكل كدولة، تآكلت كدولة، ليبيا ليست دولة، ليبيا لا تستطيع أن تحمي حدودها، لا تستطيع أن تحمي ثرواتها، ليبيا لا تستطيع أن تكون العدل، هناك اجتهادات، يطلع النائب العام، يطلع المراقب العام، أسمي يعني مع احترامي لهم كأشخاص، يجتهدوا، ولكن مثلا سهام سيرجيوا لها 5 سنوات النائب العام تاعنا في ليبيا ما تكلمش عليها، ما فيش، ما عندناش حاجة ولا شيء، محامي العام تاع بنغازي قال الكاميرات خذوا أفلاما مش قادر نعرف شنو اللي صار بالضبط، وكأن اللي صار مش معروف. إذن الحديث عن دولة منقسمة هذا كلام غير واقعي، ليبيا مناطق ليبية، ليبيان تيراتوريز، والناس اللي يفكروا في السياسة في الأمريكية يعرفوا هذا الكلام، يعرفوا أن إتز ليبيان تيراتوريز، مناطق ليبية. ناتو شنو ساير؟ يعني خذ الصورة، هذه مناطق ليبية فيها طغى محاكمة في كل مكان، كل واحد واخذ له بندقة ولا في دولة تعطي فيه فلوس ولا مش عارف شنو قاعدين، الآن اتفقوا أنهم يشرعنوا هذه السرقة، هذه الأموال يا سيدي هي عبارة عن مسكن للصراع بينهم. أنا أؤكد لك ويتذكر الجمهور في أقل من سنة
سيتصادموا من جديد. ليش؟ لأنها أطراف طماعة متغولة، لا يكفيها المليار، لا يكفيها العشرة مليار، هي تريد مئات، تعودت على مئات المليارات تسرق فيها من مال الشعب اللي تجيب فيه أنا أنت وعيالك والليبي، يجيب فيها الأكل ويجيب فيها الدواء ويرعى فيه أمه العزوز اللي مش لاقية أنسولين في المستشفى. إذن لا أنا لا أستغرب أنكم تستعملوا لي في ألفاظ أن البرلمان الانقسام الطبقة، ما فيش سياسيين، سياسيين وين في ليبيا؟ معمر قذافي سحق الطبقة السياسية في ليبيا عندما علقهم في الشوارع وفي الجامعات، سحق المؤسسات، سحق النقابات. نحن كنا في اتحاد الطلبة في بداية السبعينات كنا نتظاهر لما ينزلوا كلية العلوم ينزلوا الخريجين تاعها درجة، نطلعوا للشارع نتظاهر ونديروا إضرابات. الآن ما عاش عندك أي تركيبة من هذه. تجريم العمل السياسي في عهد معمر يحتاج إلى جيل واثنين وثلاثة باش نطلعوا منها. الآن لا صوت للشعب ولا يقدر واحد يدير حاجة، ولا حد يقول لي لا أصل النخب السياسية. ما عندكش نخب سياسية، ما عندكش حاجة، أنت عندك ناس تبحث على مصالحها الشخصية، مستعد من أجل يحط شوية فلوس يأكل بيهن مسكين ولا يوكل فيهن عياله إنه يتبع أي واحد، وكما قالوش حتى هذا منه، المهم يمشي المصرف يلقى فلوس. إذن فلنتحدث على الأمور كما هي. الأمور في ليبيا فيها خلل تركيبي structure default أكثر مما كان في 2010، وهذا يستدعي أن الشعب يشوف كيف يستطيع أن يوري احتجاجه ويوري تمرده، وإلا فإن ليبيا قادمة على التلاشي. ولا تستغرب وهذا أبدا أن هذا أن هذا الهيكل عاش من عام 1951 وينتهي في 25-26، وبعدها نقدر نقول والله أصل انقسام والدولة السياسية. لا يوجد انقسام، يوجد تلاشي للدولة الليبية، ليست هناك دولة ليبية. هذا ما نتمناه حقيقة. وبالتالي سيد بسيكري المركزي منذ فبراير كما ذكرت لك كان يشكو مسألة الإنفاق الموازي، ذكرها في بيانات عديدة له، والإنفاق مصدور أو مجهول المصدر والتوسع أيضا في هذا الإنفاق. وبعد أشهر نقل بعض أعضاء مجلس النواب على المركزي تعهده بتغطية ميزانية وحتى العجز الناجم عن هذه الميزانية. وبالتالي ما تفسيرك أنت لهذين الموقفين المتناقضين بالنسبة لمصرف ليبيا المركزي اليوم؟ وصفك صريح وواضح، مواقف متناقضة. أنا فعلا مستغرب أن يقع فيها السيد الكبير بهذا الشكل، بهذا الشكل بصراحة. في رسالته لمجلس النواب اللي طلب فيها فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية بنسبة 27%، تحدث عن أننا مقبلون على عجز سيصل إلى 12 مليار دولار أمريكي، وبالتالي لن نستطيع أن نغطي النفقات الأساسية إلا إذا استطعنا أن نخفض أن نرفع أن نخفض من قيمة الدينار الليبي بفرض ضريبة بنسبة 27%. وحتى هذا التفسير لم يكن مقبولا من عديد المراقبين من أهل الاختصاص، لأنه كانت فيه شيء غريب جدا وقع فيه المصرف المركزي، وهو تضاد وتناقض بياناته. تنظر إلى بيانات المصرف المركزي الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية، تجد أن العجز هو الأساس في ميزان المدفوعات، بمعنى أن ما يصرف بالدولار هو أكثر مما يرد إلى خزينة المصرف المركزي. ولاحظ في الستة أشهر الماضية في بيان المصرف المركزي الأخير الذي صدر من بضعة أيام، عجز ميزان المدفوعات أي عجز الإنفاق بالدولار بلغ نحو 9 مليار دولار أمريكي في 6 أشهر. بحسبة بسيطة وتقدير ليس نهائيا لكنه مقبول ومفهوم، يمكن أن يصل العجز نهاية العام إلى 18 مليار دولار أمريكي، أكثر مما قرره المصرف المركزي أو توقعه المصرف المركزي في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب طلبا لفرض ضريبة. اليوم وهذه هي الأرقام، عجز كبير في ميزان المدفوعات، كيف تقر أو كيف يقبل المصرف المركزي، بل كيف يشجع المصرف المركزي على قبول مثل هذا هكذا ميزانية بهذا الرقم الهائل؟
أنا نفسي مانيش فاهم. والسيد الكبير بهذا التناقض في 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 تصرفاته، يوم يقول يا جماعة كان ما تفرضوش رسم، رانا مقبلين على وضع مالي مأزوم جدا جدا ونقدي مأزوم جدا جدا، وبعدها نقلا عن أعضاء مجلس النواب وورد ذلك في كلامكم، يقول لا في إمكانية لتدبير هذا الأمر. كيف سنفهم هذا التغير في مواقف الكبير إلا أنه فيه دوافع سياسية؟ غير ذلك مش ما فيش تفسير آخر، ما في تفسير آخر. نزيدك من الشعر بيت، عندما تنظر إلى بيانات المصرف أو وثائق المصرف المركزي الأخرى مثل النشرة الاقتصادية تجد أنه لا عجز في ميزان المدفوعات على الإطلاق، بل أن فائضا يتحقق كل شهر أو كل فترة بالدولار في ميزان المدفوعات. طيب أنت في النشرة الاقتصادية عندك فائض في استخدام النقد الأجنبي، وفي بياناتك الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية عندك عجز، ماذا يفهم من هذا التناقض؟ حيفهم العقل البسيط أنه فيه غرض ربما سياسي هو الذي يظهر البيانات متفاوتة ومختلفة. ما هو هذا الغرض السياسي الذي تحسست أو لمست من خلال مواقف المركز هذه؟ أنا ما أفسره بأن الكبير الضغط عليه الداخلي محدود، لكن يبدو أن هناك ضغوطا خارجية. السيد الكبير تمتع بمنصبة وقوة في منصبة، مش بدعم وشرعنة وشرعية داخلية. أقيل بقرار في 2016 ولكنه استمر في نفوذه ودوره اللي كان في فترات وضحت عديدة إيجابية. لحظة شوية الله يبارك فيك. فهو مش محتاج لشرعية من الداخل، ما أبقاه في سلطته ونفوذه ودوره هو الدعم الخارجي. يبدو أن المقاربة الخارجية لإدارة الأزمة الليبية ماشية في فكرة الحكومة الموحدة وتقاسم الموارد، ويبدو أن السيد الكبير اقتنع بهذه الرؤية والمقاربة الخارجية، ولهذا وقع في التناقض اللي وقع فيه، يوم يقول بأن لازم نفرض ضريبة باش نسد عجز، ثم بعد ذلك يقول لهم لا نحن عندنا قدرة على نغطي العجز بعد أن نفرض أو نقر ميزانية برقم هائل كالتي أقرت. وضحت تماما. دكتور إبراهيم مرة أخرى، يعني وهنا أتحدث مع أحد أبناء فزان، اليوم أقرت 10 مليارات تنمية لطرابلس ومثيلها لبنغازي، أين الجنوب؟ هذا هو الاستفهام الذي لربما طرحه الكثيرين، لماذا تبدو هذه الميزانية أشبه بمحاصصة بين النافذين لا بين الأقاليم والمناطق والقرى الليبية؟ هو يعني أمر مضحك ومبكي في ذلك الوقت. يعني كما تحدثت السابق وقلت أن ليبيا القوية كفيها الضعيف، يبدو لي أن فزان أو ممثلي فزان هما العنصر الضعيف في المعادلة السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، وبالتالي دائما الخير جاي، واصبروا جماعة فزان وجنوبنا المهمش وتوج الخير إن شاء الله قريب. فبالتالي أهل فزان نزال ينتظروا في الخير وإن شاء الله يجي قريب. فبالتالي أنا التهميش هذا على فزان ليس بغريب، يعني فزان يعني مهمشة منذ فترة طويلة، والحكومات اللي جت كلها لم تلتفت إلى فزان، بالرغم أن معظم واردات الدولة الليبية اللي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي، وإن كان فيه اقتصاد ليبي وهو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط والغاز، يأتي هذه موارد تأتي من فزان، واللي يخش لفزان للأسف الشديد لا شيء يذكر. وأهل فزان يعني اضطر الكثير منهم إلى حتى الهجرة، وهذا شكل خطر، هجرة إلى الشمال، وهذا شكل خطر حقيقي على الأمن القومي الليبي، لأن هجرة أهل فزان من فزان. أليس لديكم أعضاء من مجلس النواب ممثلين عن فزان؟ ذلك المجلس الذي أقر الميزانية اليوم، أليس لديكم وزراء في الحكومتين من فزان، ولديكم ممثلين حتى في المؤسسات السيادية الأخرى؟ هو أستاذ محمد، هو النظام السياسي في ليبيا هو قائم على المغالبة للأسف الشديد، وأهل فزان يمثلوا الأقلية في مجلس النواب في الحكومات، فبالتالي صوتهم غير مسموع.
لا يمكن أن يسمع ولا يمكن أن يكون له أي تأثير. فأنت طالب من الصبح لليل، عيط من الصبح لليل، طالما أن ليست لديك قوة سياسية تفرض تغييرا أو تفرض أمرا واقعا أو تفرض أو تلبي طلباتك، لا يمكن أن يحدث أي تغيير. وبالتالي فزان وفق المعادلة السياسية المحاصصة اللي تمت من 2011 لعند اليوم هي قوة سياسية ميتة، قوة سياسية يعني تعتبر أقلية minority يعني في العمل السياسي، وبالتالي لا صوت لها، ولو كان لها صوت عبارة عن صوت بدون فعالية. وبالتالي هذا يعكس الـ 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 يعني القانون الميزانية تنمية طيب. سمي ما تشاء من منتجات الحكومية. وبالتالي فزان يعني شيء محزن حقيقة للأسف الشديد، وأنا أعتقد أن هناك غضب كبير من الكثير من النخب في فزان حول هذه الميزانية. من الذي أقصى فزان من إعادة الإعمار، لاسيما وأن في مقدمة حديثك ذكرت بأنه تحت سيطرة قوات عملية الكرامة، تلك القوات التي بشكل أو بآخر هي المتنفذة وفق مراقبين أو المتحكمة وفق متابعين في قرارات مجلس النواب الذي لا يمكن أن يخطو خطوة دون إشارة سياسية من تلك القوى العسكرية؟ يعني احنا تحدثنا عن الموضوع استاذ محمد كم مره، يعني قلنا احنا ليبيا ما هي دوله ديمقراطيه، هذا نظام ديمقراطي لا يصلح في ليبيا، ولا اعتقد انه موجود في ليبيا، ولا يمكن انه ينفذ في ليبيا. هناك قوى سياسيه وقوى عسكريه مختلفه مسيطره على مناطق مختلفه، اللي سيطر عليه فزان وبرقه هي قوات الجيش، القوى السياسيه متحالفه مع قوات الجيش، اللي مسيطر على طرابلس عندك 20 حكومه 20 جيش 20 مؤسسات سمي ما تشاء، ورشفان عندها رئيس، الزاوية عندها رئيس، البوسليم عندها رئيس، سوق الجمعة رئيس، تاجور. لماذا رئيس. هذه القوة بشكل واضح دكتور أقصتها من تحصلها على حقوقها في هذه الميزانية من إعادة الإعمار؟ هو الميزانية هذه أنا أعتقد اللي تتحدث أنت على برقة وفزان، أنا أعتقد أن هذه الميزانية خصوصا في مجال التنمية، أنا أعتقد أن المتكفل بهذا الموضوع وفق ما هو موجود الآن هو المركز التنمية أو اللي يمسكه تقريبا ابن المشير السيد شو اسمه مركز إعادة الإعمار بالقاسم. نعم مركز إعادة الإعمار. مركز إعادة الإعمار عنده مشاريع في فزان وعنده مشاريع في برقة والأماكن اللي مسيطر عليها الجيش. حصة فزان من هذه الميزانية أنا لست على دراية، ولكن وفق هذه الميزانية لم تذكر فزان، ذكرت برقة، ذكرت بنغازي، ذكرت طرابلس. وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك توضيح من المسؤولين سواء كان في البرلمان أو من حكومة حماد أو المسؤولين على إعداد هذه الميزانية أن يوضحوا حصة فزان من هذه الميزانية. أنا أعتقد أن هذا سيقود إلى سخط وغضب من الكثير من النخب في فزان، وهذا أمر غير مقبول يعني في تقديري، من على الأقل تقدير من أهل فزان، لأن معظم هذه الواردات اللي يتم إنفاقها هي تخرج من 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 فزان، تخرج من النفط والغاز والموارد الموجوده من فزان، وبالتالي من اهل فزان لديهم الحق الشرعي كاي ليبي ان يكون لهم نصيب في تقاسم هذه الواردات. وبالتالي لكن انا لا استغرب ان جزء من هذه ميزانيه التنميه سوف يذهب الى فزان. كم هي النسبه؟ انا اعتقد ان هذا امر غير واضح ويجب ان يوضحوه المسؤولين لهذا الامر، لان الميزانية اللي تم يعني الخروج بها غير واضحة وتثير الفتنة والقلق عند أهل فزان. وبالتالي أنا أطالب من منبركم هذا بأن يتم توضيح حجم الإنفاق من ميزانية التنمية على فزان، يجب أن يتم تحديد وضحت هذا الوضع وإيضاحه. وهذا ما أتحول به إلى السيد محمد بويسير، إذا ما ذكرنا مشروعات التنمية في بنغازي وفق الباب الثالث أي باب التنمية 10 مليار وباب التنمية في طرابلس 10 مليار دينار أيضا سيد محمد، فضلا عن مسألة 10 مليارات دينار لمشروعات التنمية في مدينة بنغازي، وجئنا على ذكر أيضا تقريبا ما مقدار مليار ونصف أوجه صرف أخرى أو مصروفات تنمية أخرى كما ذكر في هذا البند. كيف تفسر هذه المصروفات وكيف تفسر لفظة إعادة الإعمار؟ وإن كان الأمر صحيح لماذا يغيب جزء من جسد هذا الوطن الكبير وهو جزء يعني مهم جدا وحساس لكل الأمة الليبية ألا وهو فزان؟ أستاذ محمد أنا لا أستطيع أن أنطلق إلا من القاعدة اللي أنا حطيتها، نحن لا نتحدث عن دولة
وعن برلمان وعن حكومات. نحن نتحدث عن طغمة حاكمة إحداث صنيسكا بتاع النفط تأخذ في موارد النفط. دعني أقول لك، الأستاذ السنوسي بسكري الصديق العزيز قال أن الكبير أو غيره تحت تدخل خارجي. أنا أتفق معك، وأنا أستطيع أن أحدد حسب حدثي أنا واطلاعي أنا المحدود والمتواضع. ما وراء هذه الميزانية هو اتفاق المصري التركي. أنا كنت عندكم في الاستوديو بتاعكم في الأحرار منذ سنتين وقلت لكم أن الصلح المصري التركي حتكون طنجرة العرس فيه هي ليبيا، لأن ليبيا هي اللي فيها اللي يحتاجوه. اليوم تركيا وأنت تعيش فيها، الدولار ارتفع 40% خلال سنة. في مصر الدولار ارتفع أيضا 40%، معناه في ندرة في الدولار. باهي الدولار هذا عند الخليجيين يأتي بشروط، ويأتي لأن عندهم حكومات وعندهم ناس فكر وعندهم استشاريين. الدولار في الاحتياطي النقدي الليبي هو اللي متاح، وكل هذه اللعبة وكل هذه الأمور لأن إذا كان السيد الكبير بتاع المصرف عمدة المصرف المركزي يقول إن نحن عندنا عجز، والآن يقول نمول، منين بيمول؟ بيمول من الاحتياطيات. إذا بيمول الاحتياطيات والمشاريع كلها ذاهبة للمصري وللتركي، والليبي مسكين لما يرتفع سعر الدولار ينقص مرتبة بالطبيعي، يعني اللي يشريها بعشر قروش حيقدر يشريها بعشرين قرش، يعني هو دخله ينقص. ولكن الذي يستفيد اللي قاعد يدير في سايفونينج للاحتياطيات الليبية ياخذ فيهم في البايبلاين هن حياخذوا هذين. ودعني أقول لك هذه في النهاية هو سحب الاحتياطات الليبية تشارك فيها كل هذه النخبة. سيد الدبيبة تم استرضاءه لهذه الخطة في القاهرة، السيد الكبير تم استرضاء لهذه الخطة في القاهرة، الأسبوع القادم البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة، والمقصود أن السيد متولي رئيس وزراء مصر يتوفر له 40-50 مليار من احتياطات هالشعب اللي قاعد يتفرج وحيخش يرقد بعد شوية، وأنا لا أستطيع أن أضيف أكثر من هذا. طيب فيما يتعلق بمسألة الجنوب أستاذ محمد، مسألة فزان، ألم يقدم رئيس صندوق الإعمار بالقاسم نجي الحفتر ما يراه أنصار نموذجا ناجحا في إعادة الإعمار؟ بالتالي يا رجل سمحني إعادة الإعمار هذا علم، ما هو شيء واحد مش مهندس يحطوا له ثلاثة مستشارين، ما فيهمش واحد قراء ما يعرفش حتى حساب مثلثات، هذا البدري والآخر شو اسمه ما نعرفش أسميهم. المهم أن يحطوهم ويقول لك إعادة الإعمار، الإنفاق حاجة وإعادة الإعمار حاجة ثانية. إعادة الإعمار والتنمية تقوم على دراسات وعلى تطلعات الشعب حتى يستفيد المواطن الليبي. ترى فهمني، الأبراج اللي داروهم، الكباري اللي داروهم بمبالغ مبالغ فيها من الشركات المصرية، مبالغ فيها تماما، يعني تساوي 7 أضعاف ما تكلف في تكساس. هذين شنو فائدة المواطن الليبي؟ خدم فيها ولده، خدم فيها داروا حاجة. هالأبراج اللي بيدروهن، هل هذه الأبراج حيديروها ليبيين بحيث المهندس الليبي يروح يقول له والله يمي اليوم خذيت مرتبي 10,000 دينار في الشهر؟ ما فيش، الليبي زي ما هو يقعد يتفرج من برا الشبردك، وهم يتقاسموا مع المصرية ومع الأتراك. هذه الطغمة الحاكمة هي طغمة. لما يجي واحد يقول لي لا كلهم وطنيين، لا مش وطنيين، مش ممكن يكون وطنيين. إذا تبدد ثروة الناس مش ممكن تكون وطني، سواء درتها برغبتك أو درتها لأنك أنت غبي أو مش فاهم أو جاهل واخذ مكان بتاع واحد متعلم. يعني سمحني، لما تجي أنت تعطي مؤسسة النفط بدون رقابة 30 مليار في السنة، لأنها بزيد الإنتاج وما زيدش الإنتاج، ما تديرش لجنة أنت، لجنة الطاقة في البرلمان، ما تجيش قول تعالوا هنا وين الفلوس، وين شلتون؟ ولما يصير إن أنا لو تسمح لي في نصف دقيقة في موضوع يثار، أنا أريد أن أشرح من خلال حنجوه بس مهندس اسمح لي. أنا قصدي استبدال النفط الخام بالمشتقات، هذا نظام عالمي متعارف عليه حتى نحن نديره فيه، هذا اسمه The Crack Spread، وسعره يطلع كل يوم يطلعوا طيب. في سعر لو خذيت 3 براميل نفط طلعت منهم برميلين افتراضيا بنزينة وبرميل ديزل، شنو الفرق في السعر؟ وهذا السعر يطلع في البلاتس وفي الأورال كل يوم، تقدر تقرأ كل يوم، أنا نقرأ فيه كل يوم، لا يزيد عن $3 الفرق بين
برميلين ديزل وبرميل بنزينة مقارنة بثلاث براميل. سنأتي على بند مؤسسة النفط والمصروف لها أو المفسود لها. في ليبيا نحن لا يعلن الكلام هذا. نعم هذا ما نطرحه، هذا ما سنأتي عليه. اسمح لي سيد بسيكري مرة أخرى فيما يتعلق بأبواب التنمية المخصصة لبرقة وطرابلس، هل المقصود الحكومتين ومن ثم هي توزعهما كيفما تشاءان وترى، أم أن المقصود فقط الوصف الإقليمي بعيدا عن فزان؟ وبالتالي ما حقيقة هذه التنمية وما حقيقة أيضا لجنة الإعمار أو صندوق إعادة الإعمار المرصود له كل هذه المليارات، والذي لطالما يوقع على عقود تكلف الدولة الليبية الكثير في غياب تام وفق مراقبين للشفافية وللمعلومات بالنسبة للرأي العام؟ خليني نقارب الإجابة على سؤالك من خلال مدخل الميزانية وتسليط ضوء في رأيي موضوع مهم جدا. هم أقروا ميزانية ب 179 مليار دينار ليبي، نعم، وقالوا بأن العجز، هي الميزانية ممولة بعجز مقدارها 13 مليار دينار. يعني وكانهم بيقولوا بأننا نحن سنوفر 166 مليار دينار ليبي إيرادات. هذا من سبع المستحيلات يا سيد محمد، من سبع المستحيلات أنهم يحققوا 166 مليار دينار ليبي عوائد. ليش؟ باختصار بسيط، انظر إلى عوائد النفط، إيرادات النفط سنة 23 و22. في 23 وفق بيانات المصرف المركزي الأساس في هذا الموضوع 20 مليار و700 مليون. في سنة 22 كان الوضع أفضل، العوائد كانت 22 و100 مليون. السبب الرئيسي ماذا؟ هو ارتفاع أسعار النفط، كانت في المتوسط فوق 95 سنة 22، وفي المتوسط في 23 كانت في حدود 82 دولار للبرميل. اليوم سعر النفط مقدر في هذا المستوى 84-85، تمامه؟ يعني بمعنى أنك أنت وضعك ممتاز جدا لو حققت في 24 21 مليار دولار أمريكي كعوائد صافية للنفط، اضربها في 6.15 اللي هو سعر الصرف بعد الضريبة، نحن نتحدث عن 129 مليار دينار ليبي. ميزانيتك راهو 179، وانت المقدر الممكن المتفائل جدا عوائدك ستكون، ايراداتك ستكون 129 مليار دينار، يعني عجزك مش 13 كما قلت، وإنما 50 مليار دينار ليبي اللي هن ما يزيد عن 8 مليار دولار أمريكي. وفي رأيي هذا العجز متفائل جدا. لو بنرجع ونكرر لبيانات المصرف المركزي، هو قال بأن العجز بالدولار في 6 شهور كان 9 مليار، معناها في نهاية السنة سيكون قريب من 18 مليار. فإذا البيانات اللي تم المصادقة عليها لا يمكن أن تكون حقيقية، ولا يمكن أن يكون في إمكان لتوفير 166 مليار دينار ليبي إيرادات. فكيف أنت تسوق في هذا الرقم أن هذا ممكن؟ أي شفافية يتحدث عنها المعنيين بذلك، وأي إفصاح حقيقي؟ والحقيقة بأن العجز سيكون في قرابة 10 مليار دولار أمريكي، وستلجأ للإحتياطيات وستستمر في هذا الوضع، وبالتالي اللي يحدثونا عن الإفلاس وهو مش موجود اليوم، إذا طيب كان استمرينا في هذه المقاربة يمكن أن نقترب من الإفلاس. تعال يا سيد محمد، معلش والله أنا أعطيني دقيقة، مهم الموضوع هذا يجب أن ينتبه إليه المواطن. 179 مليار يا سيد محمد، الأبواب الثلاثة الرئيسية نفقاتها كالتالي: 60 مليار دينار مرتبات، 20 دعم، 8 تسييري. يعني تحدثوا عن 88 مليار دينار ليبي، هذه الأبواب الثلاثة الرئيسية، أخصمهن من 179، حيث فضل لك 89 مليار دينار غير المرتبات والدعم والتسييري. وين بتصرفهن؟ بتصرفهن في التنمية، ما عندكش باب آخر، تنمية وطوارئ، ما عندكش باب آخر. إذن أنت وفق ميزانيتك ووفق الأرقام المعتمدة في بيانات المصرف المركزي، سيصبح الفائض غير باب المرتبات والدعم والتسييري 89 مليار. هذا بتصرفه على التنمية،
فإذا كان 10 مليار بنغازي و10 مليار طرابلس وزيد 10 مليار المدن الأخرى، أين سيتجه إنفاق ما يزيد عن 40 مليار دينار ليبي أقرت في هذه الميزانية؟ رقم مش معروف وين بيمشي. طيب ولذلك عطونا يا سيدي، قررتوا 179 مليار دينار ليبي، عطونا أوجه إنفاقها بشكل تفصيلي باش نطمئنه. إذا كانوا 89 مليار ستصرف على التنمية، والله هذا الشيء يثلج الصدر، ولكن ما هي الخطة يا أستاذ محمد؟ والله كلام محزن. ما هي الخطة الاستراتيجية اللي إعماره غيره، إعمار في نوع وشكل مثل القطاعات، وإعناء إعمار مكاني عادل لكل مناطق ليبيا؟ عطونا الخطة اللي بتصرفوا فيها 89 مليار، عطونا المستهدفات اللي على أساسها قررتوا تصرفوا هذا المبلغ، هكذا هو التخطيط الاقتصادي. عطونا المؤشرات الأساسية اللي تبي تشكل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الليبي وعلى مستوى عيش الليبيين. بمعنى كم ستوفر 89 مليار مصروفات تنمية من وظيفة على مستوى ليبيا في سنة ولا في سنتين ولا ثلاثة؟ تحصلنا أستاذ سنوسي، ما هي حصة القطاع الخاص اللي أساس، تحصلنا على أحد أعضاء مجلس النواب الذين أقروا، ما هي حصة القطاع الخاص؟ نعم. القطاع الخاص الليبي اللي يجب أن يكون ضمن خطة التنمية والتطوير، ما هي حصته في مثل هذه المشروعات؟ وشني خطتك لتطويره؟ طيب. وتحفيزه وفتح المجالات له؟ هذه كلها غائبة. لعلنا نتحصل على إجابات من خلال حضور هدر وفساد، هدر وفساد، ويبقى حق الرد الصحيح والمستهدفات الصحيحة والمؤشرات الدقيقة، النتيجة هدر وفساد، هذا ما تخوف منه. لعل الآن معنا السيد عيسى العريبي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة، أهلا وسهلا بك أستاذ عيسى. مرحبا بك. شكرا لك وشكرا لقبولك دعوة قناة ليبيا الأحرار. لعلي أبدأ معك من خلال ما تفضل به السيد سنوسي بسيكري، وحضرتك استمعت لملاحظاته فيما يتعلق بموضوع إقرار الميزانية، والموضوع الأبرز أستاذ عيسى الذي صرحت به اللجنة المالية التابعة لكم اليوم بأن الميزانية توافقية. هل وضعتمونا في صورة معنى التوافق هنا؟ بمعنى هل هي ميزانية مرصودة لحكومتين؟ البداية نحييك من حي ضيوفك الكرام، أهلا بك المشاهدين. بالنسبة للأرقام اللي ذكرنا للحل اللي موجود معكم، أعتقد أننا فينا أخطاء. أول حاجة المرتبات 60 مليار، المحروقات أعتقد 35 مليار، عندك الكهرباء، عندك الأدوية، في أمور كثيرة أنت عارف الدولة الليبية. بالنسبة لسؤال باب التنمية، صار توزيع بين الحكومة اللي في طرابلس والحكومة الشرعية اللي مبطقة على البرلمان برئاسة الدكتور أسامة حماد طبعا، والمناطق اللي تتبع البرلمان هذه سواء برقة أو فزان أو بعض مناطق المنطقة الغربية. أنت تعرف أن في بعض المشاريع يقوم به الدكتور أسامة حماد في المنطقة الغربية، وفي خصوا 500.5 مليار للتنمية المناطق في المنطقة الغربية اللي تابعات للبرلمان. هذه لنا الأرقام يعني. طيب التوافقية، يعني فيه من يقول اليوم كيف هي توافقية وممثلي حكومة الوحدة الوطنية والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي أيضا أكدوا أنهم غير مطلعين على المقترح الذي أقررتموه وتقدمتم به. يا أستاذ محمد. نعم أستاذ محمد. أسمع فيه يا أستاذ محمد. تفضل تفضل أستاذ عيسى، صوتك واضح، تفضل. طبعا أنت تعرف أن مجلس النواب أقرر خارطة الطريق من ضمنها حكومة واحدة. الآن تعثرت الحكومة الواحدة، تعثرت مصارف اتفاق على حكومة واحدة. البلاد تحتاج إلى ميزانية، ميزانية سواء للمرتبات، سواء للمحروقات، سواء للعلاج بالخارج، سواء للأدوية، سواء للكهرباء، احتياجات الدولة. الدولة تحتاج إلى ميزانية،
تم اتفاق بين الأطراف اللي هي الأطراف اللي موجودة الآن على أن تعتمد هذه الميزانية موحدة للبلاد بحيث تعطى جميع القطاعات المرتبات. أنت عارف أنت مرتبات على ليبيا كل 60 مليار أعتقد أن في الولايات المتحدة النسبة هذه نسبة الموظفين في ليبيا يعني أنت قريب ما يقارب عن 3 مليون موظف يعني عدد سكان مش عارف ممكن 7 والله والموظفين قريب أكثر من ممكن نصف الشعب الليبي يتقاضى في مرتبات. كذلك في المحروقات زاد المكان ما نش كيف قبل كان 10 مليار الآن وصلنا ما يقارب عن 35 مليار محروقات. كذلك عندك الأدوية كذلك عندك الكهرباء والقطع الغيار بتاع الكهرباء. الدولة تحتاج إلى ميزانية حتى تصير الأمور إلى الأمام. بالنسبة للحكومة نحن في خارطة طريق أصدرنا خارطة طريق سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية وكذلك اتفقنا على أساس أن تكون في حكومة واحدة ليبيا. تعذرت الحكومة الواحدة في ليبيا فتحتاج الدولة إلى ميزانية أقر مجلس النواب الميزانية. هو الإشكالية. الشيء الثاني الناس طالب الإعمار والكباري والطرق ولا 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 والأبراج هذين كلن ما يصوت عليه مجلس النواب. مجلس النواب هو اللي يصوت على الميزانية من أجل هذه المشاريع. المشاريع هذه ما يندرجش إلا بميزانية من مجلس النواب. نعم. فالناس اللي يعني تبي إعمار وتبي كباري وبعدين نقول لك لا ما نبغيش ميزانية. الميزانية هي اللي تخلي البلاد فيها أعمار سواء في برطة وفي طرابلس أو فزان. كذلك فزان نشوفوا أن فيها أعمار فيها اهتمام كبير بكر وشوفوا في خدمة وطالع العيان يعني. هل المصرف المركزي أستاذ عيسى تعهد لكم بتغطية هذه الميزانية لسيما وأن أعضاء مجلس النواب صرحوا بأن المركزي صرح حتى وأكد لهم تغطيته لهذه الميزانية وحتى العجز فيها وبالتالي ضعنا في صورة هذا التنسيق؟ طبعا في تنسيق في لجنة اندارت لجنة لوضع هذه الميزانية ومشرف عليها رئيس البرلمان وكذلك المحافظ ونائب المحافظ وحدث اجتماع في القاهرة وما اندرش الميزانية إلا باتفاق بين الأطراف بين هذه الأطراف. نعم أستاذ عيسى نسمع فيك يا أستاذ محمد. لعل خشية بعض الناس اللي شفتهم اليوم أنت مستهجنين ومستنكرين مسألة إقرار 180 مليار أو 179 جاي بسبب مخافة الهدر والفساد كما ذكر السيد سنوسي بسيكري مخافة مأسسة الانقسام واستمرارها ويقول لك إن من اللي بيراقب هذه الميزانية من اللي بيراقب مصروفاتها وأوجه الصرف وأين ستصرف وكيف؟ في أجهزة رقابية في مجلس النواب يراقب. أنت تعرف أن الإعمار اللي حصل في خلال السنتين يعني هذين السنة ممكن 21 و22 و23 هذين كل المشرف عليه البرلمان. البرلمان هو اللي يكلف الأشخاص هو اللي يعطي في الميزانية هو اللي يدرس في الخطط والحمد لله أنت تشوف أنه خاصة في المناطق اللي يسيطر عليه البرلمان في إعمار يعني ملحوظ أمام الناس كلها. هل الكباري وهل الطرق وهل المطارات وهذين كل الميزانيات يضع فيهن البرلمان وكذلك في المنطقة الغربية يعني في توصل الميزانية لكن نحن نشوفه في العمل في المناطق اللي يكون تابع للبرلمان في خدمة أفضل وهذا ظاهر للناس يعني شوف أنت في مدينة بنغازي في مدينة سبعة في مدينة سرت في مدينة البيضة في مدينة درنة في مدينة الجابية في مدينة طبرق يعني هذا شغل واضح للعيان أمام الناس أول مرة يصير هذا الشغل يعني في المناطق اللي تابع حكومة الدكتور أسامة حماد يعني في شغل واضح يعني أنت الناس اللي تكلموا معك الآن ياريت يكلموا الناس بالنسبة للأعمار يعني الأعمار ماشي 100% يعني في طفرة كبيرة في بكل في طرق في كباري في مطارات في طرق يعني في شركات أجنبية جميع الآن يعني حتى الأطراف اللي كانت فيها نزاع مع البرلمان أو الجيش الآن كلها تعمل سواء تركيا سواء مصر سواء الصين سواء الإمارات سواء حتى قطر رحبوا بها جميع الدول رحبوا بهم في الآن إن يكون فيه تنافس بين الليبيين في الإعمار بدل من تنافس في الحرب والقتال يكون فيه تنافس في الإعمار إلى أن
يتم تطبيق خارطة طريق اللي أقرها مجلس النواب ومجلس الدولة بانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد أن تكون في حكومة موحدة، وبعد الشعب يختار من يقودها خلال هذه الفترة. اعتبرها حتى يا سيدي أنت اعتبرها أن وكأن منافسة بين الأطراف السياسية، سواء حتى طيب. أعضاء مجلس النواب، أنت تعرف أن أعضاء مجلس النواب يعني الآن الحمد لله استقرت البلاد، هذا كله مجلس النواب لما جاء لقى قدامه أما ما يقارب عن 12 معركة في ليبيا. طيب اسمح لي أستاذ عيسى، اجتمعنا في طبرق طيب. وكان في حروب وأنا ممتن لحضورك معنا وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ عيسى العريبي. في كل المناطق الآن التنافس بين الليبيين على العمار هذا كويس، نعم. لما يكون في تنافس على العمار كويس طيب. غير من القتال. أنا أشكرك حقيقة أستاذ عيسى على رحابة صدرك، على توضيحك، على ظهورك العلني لوسائل الإعلام، وهذا أمر يجب أن تشكر عليه في ظل عزوف كثير من المسؤولين لسيما من المجالس التشريعية في الخروج العلني. يبقى سؤال آخر أستاذ عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، من يمول البرلمان أو مجلس النواب في مشروعاته بمناطق سيطرته خلال السنتين الماضيتين؟ أستاذ عيسى. أيوة. كان سؤالي عن ألو؟ نعم تسمعني بشكل واضح ليس كذلك؟ ألو؟ تسمعني أستاذ عيسى؟ لا عاود سؤال معلش. نعم، من يمول البرلمان اليوم الذي يقر كل هذه المشروعات كما ذكرت، من يموله في مشروعاته بمناطق سيطرته خلال السنتين الماضية؟ مول خزانة الدولة، المصرف ليبيا المركزي يموله. لماذا لم يوضح المصرف المركزي كل هذا في بياناته السابقة؟ لا موضح ان فيها فلوس جن لحكومه اسامه حماد، وصرفت هذه الحكومه صرفت عن طريق اجهزه تم التصويت عليها داخل مجلس النواب وتتبع مجلس النواب، وهذه الاجهزه اثبتت وجودها بالعمل على الارض الواقع وبانجازها للمشاريع. طيب فيما يتعلق بمسألة أخرى، لماذا ارتفع اليوم رقم دعم المحروقات 3 مرات؟ ما السبب وراء ذلك؟ السبب هو معروف يا أخي، تو أنت تسأل فيه أسئلة، في تهريب في كل مكان، في تهريب معروف الشيء هذا وواضح للعيان ومعروف ويناقشوا فيه ويحاولوا يجدون في حلول، في تهريب في كل مكان، في تهريب. مش أنت لما ترفع السعر أستاذ عيسى ترسخ لمسألة التهريب هذه وبالتالي لا تقضي عليها؟ ما تقدرش تقضي عليها لأن البلاد أنت تشوف فيها وحدها مقطومة البلاد وما فيش كنترول واحد، البلاد فيها عدة منافذ ما تعرفش من مسيطر عليها في أمور كثيرة، لكن نحن كمجلس نواب نتعامل مع الواقع اللي هو موجود. طيب نحن نقول المتفرج دي مصطاع، انا عادي نقدر نلبس لك قرواطه ونطلع لك من اي دوله من برا ونقدر ننظر عليك نقول لك دير هوك دير هوك دير هوك دير هوك، لكن الواقع هذا يفرض عليك، انت امامك واقع ضروري تتعامل مع الواقع، لكن كونك انك انت تجي تنظر لي قاعد لي مثلا في دوله برا والله قاعد لي تفرجني من بعيد، احنا نقول المتفرج دي مصطاع والمتفرج عامل عقل. طيب هذا واقعنا، نتعامل مع الواقع نتاعنا، الحمد لله ان الان ما فيش حرب، في اعمار، في حتى نتكلموا عليه ميزانيات، نتكلموا عليه اموال، نتكلموا عليه كباري طيب. نتكلموا عليه طرق، نتكلموا عليه يعني عليه اعمال. لو سمحت استاذ عيسى ما تكلموش عليه حرب الحمد لله. نعم انا اقدر حقيقه وقتك، لكن لو سمحت يعني وجودك في غايه الاهميه، اتمنى ان على الاقل تسمع ملاحظات الساده الضيوف وان يشتبه. لا ما معليش معليش، هو في بعض الاشخاص يعني قالوا من قصدي يعني كلام حيكون سيء، ما فانا خلينا ننسحب يعني انا متاكد طيب. انه حيكون في كلام تنظير هيك يعني. طيب استفهم من المتفرج عامر عقل. طيب استاذ عيسى وضحت وضحت قاعد برا و وضحت ولك كل الاحترام صدقني، الواقع اللي احنا قاعدين فيه طيب. لما جينا 2014 لقينا الدوله قدامنا، لقينا نعم. حروب يقلل من قيمتك طالما انت على شاشه بلا حرب على دارنا، ونقينا حروب قدامنا ما جيناش طيب. جينا قدامنا دوله. اسمح لي استاذ عيسى ان اختم معك بهذا السؤال،
الحمد لله في دولة على الأقل في المناطق اللي نحن تتبعنا كمجلس نواب. طيب اسمح لي أن أختم معك بهذا السؤال، ولك كل الاحترام أستاذ عيسى، لا أحد على شاشة الأحرار يهينك أو يقلل من قيمتك بأي حال، يعني لك كل التقدير والاحترام أيضا. فيما يتعلق بمسألة التوافق، كيف ترد على ما ذكره المجلس الرئاسي، أعضاء حكومة الوحدة الوطنية وأيضا المجلس الأعلى للدولة، أن هذه الميزانية أقرت بشكل منفرد دون التشاور معهم وأنهم ليسوا شريك أو طرف فيها؟ والله نحن بالنسبة للمجلس الرئاسي رأوا دورة معروف، يعني دورة استقبال يعني دورة استقبال ومصالحة وطنية، ما عندهاش علاقة بالأمور الميزانية، ما عندهاش بها علاقة. الميزانية هذه قرها مجلس النواب، هو الجسم التشريعي، قرها مجلس النواب، يعني مجلس الرئاسي ما عندهاش علاقة. لنعرف أنه ممكن استقبالات كياي شرفية كياي ومصالحة وطنية، ما عندهاش علاقة بأمور الميزانية أو الأمور التشريعية. طيب إذا هي غير توافقية، هي فقط أقرت من طرف بعينه من مجلس النواب. كيف غير توافقية؟ في عدم حضور بقية الممثلين عن شركائكم في الأعلى للدولة، عن الرئاسي، عن حكومة الوحدة، كيف تكون توافقية؟ كيف متوافقين؟ في توافق، كيف ما فيش توافق؟ هم عبروا بعدم توافقهم، بعدم اطلاعهم على هذه الميزانية. ما سمعناش أصوات من الطرف الآخر. ما تكريش على واحد ما عندهش علاقة تقول لي اعترض في يعترضوا، قصدي ما عندهش دور أصلا هو يعترض أو ما يعترضش، لكن في القوة اللي مضبوطة في المنطقة الغربية أو مسيطرة المنطقة الغربية ما هيش معارضة. طيب هناك بيان سأتلوه عليك موقع من أعضاء في اللجنة المالية الممثلة عن هذه الأجسام التي سبق وأن ذكرت، هم الذين ذكروا ما نقلت لك الآن حرفا ونصا الأستاذ إبراهيم، أستاذ عيسى. يا أستاذ محمد، أستاذ محمد، نعم أستاذ محمد، تفضل تفضل. أنت ليش ما تأخذش الجانب الإيجابي من إقرار الميزانية؟ اللي هو الجانب الإيجابي، أول حاجة المرتبات، ثاني حاجة الناس المتقاعدة مرتباتهم حيكون كويسة، ثالث حاجة باب التنمية سواء غربا أو شرقا، فهمت؟ يعني في جوانب يعني كويسة، ليش أنت واخذ كل جانب سلبي؟ يعني معلش هو واخذ كل جانب سلبي يا محمد. لا هي استفهامات، يعني الميزانية اللي حطت ما فيها جانب إيجابي. نعم. طيب اسمح لي أن أقرأ عليك الأمر اللي ربما أنت قبل أن أعود لضيوفي حالة لأني طولت عليهم، اللي قلت لربما لم تسمع به. رئيس اللجنة المالية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب اللي هو السيد عمر تنتوش، نحن أعضاء اللجنة المكلفة بموجب قرار السيد عقيلة صالح بشأن وضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لعام 2024 إيمانا منا بالمهام المسندة إلينا، بموجب هذا القرار وحرصا على مصلحة الوطن وكل هذه الديباجة، نعلمكم بأننا لم نطلع كأعضاء للجنة على المسودة النهائية لمشروع القانون والمخصصات المالية المدرجة به والمواد الحاكمة بصيغتها النهائية، وفي حال إصدار قانون الميزانية دون اعتماد نهائي من قبل أعضاء اللجنة المالية المنوع عنها سلفا مجتمعة، فإننا نخلي مسؤوليتنا مما يترتب عليه. وجدي أحمد البكباك، أبو بكر محمد الجفال، مصباح محمد صقر، غنية سالم، غنية المبروك درباش، وعبد الجليل محمد عبد الجليل. استمعت إلى ما ذكرت، أليس كذلك أستاذ عيسى؟ ولهذا كان سؤالي على مسألة وضحت أستاذ عيسى. نعم محمد، أنت تكلم لي على أمور، أنا قلت لك ليش ما تأخذش الجانب الإيجابي من إقرار ميزانية موحدة. يا سيدي فرضنا مجلس النواب عطل الميزانية، ما دارش ميزانية موحدة، أصبحوا يصبوا واحد على 12. أنا بنختم معك بهذه أستاذ عيسى، فقط لفظة غير توافقية، تكالى طلع في بشكل علني واعترض، لم نفي أيضا اعتراض، هذوما هم حكومة الوحدة موقفهم واضح، وبالتالي هي غير توافقية، هذا اللي بنوصل لك معاه. لا وين موقف مع حكومة الوحدة؟
لا ليس هناك اي موقف معلن حتى اللحظه، لكن هم وين حكومه الوحده ممثليها في اللجنه اعترضوا وبينوا انهم لم وبينوا خليه يطلع رئيس الحكومه ويعترض. يس طيب هذا شأن آخر، أنت تريد الدبيبة رأساً أن يخرج ويحترض. بس لا ما يا محمد يا محمد تو أنت أي حاجة ديرها مجلس النواب مش قابلينا. لا 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 انتخابات ما تبوش، حكومة واحدة ما تبوش، ميزانية ما تبوش، مش بنديلك أنا قلنا نبي نرضيك أنت، أنا ما نرضيكش، أنا نرضي العمل اللي منوط بي أنا كمجلس نواب. مجلس النواب أقر ميزانية ليبيا، الآن ليبيا عندها فلوس تصرف بين السنة هذه وتخدم وتدير مباني وتدير كباري. طيب. وتدير أبراج وتدير مطارات وتخدم وتكمل عملها ومرتباتها ومحروقاتها والضي متاعها والأدوية متاعها نحن قرناها، المصروف نزلنا نحن. طيب أنت تبي تعرضني تبيني لا ما نديرش ميزانية وما نديرش. طيب. شيء وضحت مصاب له واقف وخلاص. أشكرك. اختصاص أصيل لمجلس النواب. أشكرك شكرا جزيلا على رحابة صدرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أستاذ عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان وعضو المجلس الممثل على مدينة بنغازي، يعذرني السادة الضيوف سيد محمد بويسير، سأتي على كل الضيوف وأعطيهم حق الرد والتوضيح أيضا، كنت أتمنى أن تشتبكوا مع السيد عيسى العريبي لكنه آثر الحديث بعيدا عن المشاركة معكم. هناك حقيقة للإعمار سيد محمد بويسير، هناك عمل منجز، اليوم انتقلنا من حالة الحرب إلى حالة البناء، وبالتالي لماذا لا نكف عن الانتقاد وتوجيه فقط الرسائل السلبية؟ ألا ترى في كل ما يقوم به مجلس النواب هناك نقاط مضيئة وإيجابية وفق ما تحدث الآن السيد عيسى العريبي؟ أستاذ محمد يعني أستاذ عيسى طبعا قصة أن مجلس النواب أنا لا أقرن في مجلس النواب، في الفترة اللي قعدها عيسى العريبي بمجلس النواب الليبي فيه 8 أعضاء مجلس نواب في الولايات المتحدة تغيروا خشوا انتخابات 8، فبالتالي قصة مجلس النواب هذه خلينا منها. أما قصة اللي قاعدين برا وينظروا، سيد عيسى لما جوا الأمريكا عدوا صوروا مع العساكر المصابين قدام البيت الأبيض، فيعني خلينا نحطوا الأمور في نصابها. شيء آخر، أنا معلش عندي اجتماع ماشي، ولكن يا سيدي أكرر كلامي، هذه عملية نصب ونهب للمال الليبي اندارت في القاهرة وسيتم التصديق عليها في القاهرة، ودبيبة ذهب إلى القاهرة لكي يوافق عليها لأن نصف مدبولي يريد أن يحل مشكلة الدولارات وأيضا استرضاء الأتراك. الإعمار هو إسناد الأعمال للأتراك والمصريين، الليبي لا يستفيد شيئا، يومتها واحد مهندس ليبي كاتب ان الشركات الاجنبيه طالبه غفره وسواقين وطباخين ليبيين، ليش نحن بليبيا ما عندناش مهندس، ما عندناش محاسب، ما عندناش محامي، ما عندناش اداري، هذول هم هذا قدام الليبيين اللي ياخذوها في المشاريع اللي نحن نخلصوا في حقها، اللي اسعارها 7 مرات اسعارها في امريكا، الاسعار التي ياخذوا فيها الشركات اللي قاعده تخدم الان بدون رقابه، يعني سامحني الكباري اللي ضرب بغازي تعرف انت كم حقها؟ ما فيش حد طلع رقم. الابراج اللي قالوا وقعوا عليها مع شركه تركيه، حد قال شنو حقها؟ كيف انت تنفق المال العام وما تقولش حتى الرقم؟ كيف يعني فهمني ما هي الحكمه؟ هل هي امن قومي؟ هي قصه ان يوم اللي حيطلع الاسعار سنكتشف اننا سرقنا وسرقنا وسرقنا. واسمح لي انا لابد ان اغادر، شكرا على استضافتي استاذ محمد. طيب فيما يتعلق بنقطه اخيره قبل ان استقبل ضيفي استاذ محمد بويسير، علقت على مساله بند دعم المحروقات، الا ترى ان رفعها الى 3 أضعاف بسبب التهريب هو امر واقعي للتعامل مع الواقع المعاش اليوم؟ يا استاذ محمد التهريب لا يمكن ان يتم في ليبيا بدون مشاركه اجهزه الامن والسلطه، كيف هي تراعد انت هرب تو مسكوك، لكن هي القصة أن أهل السلطة، لأن الفرق في السعر كبير. شوف النفط في ليبيا الآن ينهب، أنا كنت بنحكي لك على حاجة وأنت قطعتني فيها. قصة اللي عطوها المؤسسة النفط بأن تبادل الخام بالمنتجات، هذه شيء موجود في العالم ولكنه محكوم بأرقام. الفرق السبريد هو 3.2 دولار اليوم، هذا اليوم أنا كل يوم نشوفها على البلاس، أنا مشترك فيها لأنها تهمني، فهمت؟ فيجب أن لما تجي مؤسسة النفط تدير الكلام هذا تأتي بالأرقام.
مش تبيع النفط عن طريق سمسار إماراتي وتستورد الخامات عن طريق سمسار إماراتي وتستورد المنتجات الديزل والبنزين عن سمسار إماراتي. طيب. والشعب اللي صاحب المال لا يعرف عن شيء، والحكومة مسكرة عيونها كأنها شريكة فيما يحدث. يا رجل، في 11 مليار لم تورد للبنك المركزي الليبي وكتبت عليها، اطلعوا يقولوا ان والله ولدي يبي وظيفه ما وظيفه. طيب. كلام فارغ يسيب امريكا، فهمت؟ ولكن في النهايه هذه اموال الليبيين، هذه تحرقني، اما انا شخصيا ما طقش فيها. وضحت. يعني ان شاء الله ياخذوا حتى 40 مليار، شو بدري لهم. اشكرك اشكرك، شكرا جزيلا سيد سنوسي بسيكلي. شكرا جزيلا، على السلامه. شكرا لك استاذ محمد. استاذ سنوسي، دكتور ابراهيم، ارجو ان يتسع صدركم قليلا لنا. السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالى سيكون معنا على الهواء، ومن ثم سأعود إليك أستاذ سنوسي ودكتور إبراهيم، عذرا لكما على الإطالة. أهلا وسهلا بك سيد محمد تكالى رئيس المجلس الأعلى للدولة. تسمعني بشكل واضح أستاذ محمد؟ نعم 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 أسمع. الآن كان معنا رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب السيد عيسى العريبي، واليوم أقر قانون الميزانية، والحديث كله يدور حول توافق واسع بين الأعلى للدولة، حكومة الوحدة، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمصرف المركزي على هذا القانون. هل وضعتنا في صورة موقفكم أنتم الرسمي داخل الأعلى للدولة حيال إقرار هذه الميزانية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية طبعا تحية ليك سيد محمد ولمشاهديك الكرام ولضيوفك الكرام. بالنسبة لقانون الميزانية اللي أقر الآن، يعتبر تم إقراره بالمخالفة لنتيجة لم يتخذ الإجراءات المتبعة والمفروض تتبع من خلال اتفاق السياسي اللي هو مدستر ويعتبر بمثابة الإعلان، أحد بنود الإعلان الدستوري. فلذلك يعتبر هذا القانون من الآن مطعون فيه، وستطعن فيه عدة جهات أمام المحاكم الليبية. هذا أولا. ثانيا، حتى لو كان قانون أخذ التسلسل الصحيح ومر على المجلس على الدولة، لا أعتقد أن ليبيا تتحمل أن يكون فيها حجم الإنفاق بهذه القيم. عدد سكان قليل، الإمكانيات ما هيش كبيرة، فمش محتاجين أن نتوسع في كمية الإنفاق. كل ما تتوسع في الإنفاق العام هترتفع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، حتتغير حياة المواطن، حتصبح حياة المواطن في جحيم صراحة. وين ماشيين به الكلام هذا؟ حتى لو كانت فيه ديون وبتحاول انك تصفح بعض الديون، ضروري من جدولة الديون. اذا كنت تحتاج لبند تنمية او باب تنمية وتبي تصرف في باب تنمية، ضروري حتى يتم عملية جدولة حتى في باب التنمية وباب الانشاءات، ضروري تتم عملية جدولة. اما تصرف ميزانية برقم مأهول جدا، اعتقد هذا إجراء غير صحيح حتى من ناحية اقتصادية، وخبراء الاقتصاد في بلدنا كثر وبإمكانهم حتى يدلوا بدالهم، وهذا حيسبب مشكلة حتى في عملية التضخم بالنسبة في السوق الليبي بالكامل. خياراتكم أستاذ محمد في الأعلى للدولة، وأنتم الشريك مع مجلس النواب في الاتفاق السياسي المقر في الصخيرات والذي أكد عليه مرة أخرى في تونس جنيف، ما هي خياراتكم إزاء هذه الخطوة التي ترونها وتصفونها بأنها منفردة من قبل مجلس النواب؟ الخيار الوحيد الذي نراه يخدم الوطن ويخدم الليبيين ويخدم الشعب الليبي ويخدم دولتنا، اللي هو رفض هذه الميزانية. رفضها من من؟ سبق وتكلمت، يجب أن ترفض الميزانية. اللجنة المالية اللي ألغاها السيد رئيس مجلس النواب قبل أسبوع قام بإلغاها، اللي على رأسها السيد عمر تنتوش رئيس لجنة المالية بمجلس النواب وفيها أعضاء سواء كانوا من الشرق أو من الغرب أو من مجلس الدولة أو من مجلس النواب، كانت هي أفضل في عملية ترشيد الإنفاق. حتى لو قلنا فترة تقشف، لكن لكي نعيد الاقتصاد الليبي لوضعه الحقيقي، لكي نريح المواطن، ما فيش داعي للمصروفات الزائدة، لأن المصروفات الزائدة كلها تهدر بالكامل. تقصد اللجنة المالية؟ أي شيء. تقصد اللجنة المالية التي انسحب جل أعضائها بسبب عدم اطلاعهم على قانون الميزانية للعام المالي 2024؟ نعم، هم اعترضوا على قانون الميزانية، فأقالوا اللجنة بالكامل حتى لا يعتبر اعتراضهم غير قانوني. هذا السبب إقالتهم.
نعم، اللجنة الآن تعتبر مقالة بالكامل سيد محمد تكلى، أليس كذلك؟ نعم. طيب. نعم، وهذه أحد الأخطاء طبعا. التجاوزات هذه المفروض ما تمشيش وما تمرش، عمرها ما تمر. طيب أنت قلت السيد عقيلة صالح، طبعا السيد عقيلة صالح بقرار لقانون الميزانية يعتقد أنه ممكن يأثر مثلا، أو مجلس النواب يأثر حتى في لقائنا في القاهرة المجمع اللي نحاول من خلاله نحدث توافق، ولكن نحن نفصل بين الإجراءات، نفصل بين جميع الإجراءات. الأخطاء والفساد سواء كان مالي أو إداري نقف ضده بالمرصاد. هذا الذي كنت أود الاستفسار عليه سيد من محمد. من أجل لملمة وضع البلاد هذاك وضع آخر ونستمر فيه، ولكن لن نساهم في إحداث أي زعزعة أو إحداث أي فساد مالي أو إحداث تضخم في البلاد، سنرفض هذا القانون. طيب هذا الذي كنت أود الاستفسار عليه، لقاءكم المزمع بالقاهرة أو الرباط، لا ندري أي المكانين هو الأقرب الآن، هذا اللقاء كيف سيكون في ظل اتخاذ عقيلة صالح لهذه الخطوة المنفردة وهي ليست الأولى من نوعها؟ هل ستذهبون في هذا اللقاء أم ستضعون شروطكم بشكل مسبق لضرورة أن يتفاوض ويتشاور معكم ويسحبوا هذا القانون؟ يعني ما الذي أنتم عازمون عليه بعد اتخاذ هذه الخطوة المنفردة من قبل عقيلة صالح؟ نعم 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 نعم، تعاملنا مع مجلس النواب تعامل مؤسسة مع مؤسسة مناظرة لها في داخل الدولة الليبية. لو كنا نتعامل مع هذا التعامل سنتعامل مع قانون الميزانية بالرفض، وسنجلس معه للتوافق على إحداث نوع من التوافق أو للملمة هذا البلد المتشظي. فنحن لا نعتبر مجلس النواب عدو لنا أو غير شريك، نعتبره فيه شريك. فلذلك الأشياء الغير صحيحة نرفضها، والأشياء التي يمكن أن نبني عليها سنكون معا فيها. هل زياركم هو شريك؟ طالما أنتم ترونه شريك، هل يراكم مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح الآن أنكم شريك في العملية السياسية ككل؟ أكرر من جديد. نحن لا يهمنا كيف يرانا، نحن نراه من خلال الدولة، نظرتنا ليه كشريك لأنه يعتبر شريك في داخل الدولة. نحن كليبيين موجودين في داخل الدولة الليبية، من يشاركنا نحن سنشارك الرأي. يحاول أن يبتعد أو يهرب أو ينفرد ببعض القرارات سنقف له بالمرصاد وسنوقفه، لأنه يعتبر شريك ويعتبر جزء من هذه الدولة الليبية، فنحن نراه كذلك. لو كان خارج الدولة الليبية في دولة تانية ممكن نحن نقول حتى ما عاش نتعامل معه بالكامل ونضرب على التعامل معه، لكن هذا واقعنا، هذا جزء من الكيان الليبي وجزء من الليبيين، فنحن سنتعامل معه. إن أخطأ نوقفه، وإن أصاب نمشي معه. كيف تقيم موقف المصرف المركزي؟ كيف تقيم موقف المصرف المركزي ومحافظة الصديق؟ موقف المصرف المركزي أعتقد أنه حيلتزم بالإجراءات القانونية. أي حاجة غير قانونية ما أعتقدش أنه حيمررها، الإجراء القانوني حيمررها. تقصد رفضنا لهذه الميزانية، رفضنا لهذه الميزانية تصبح الميزانية غير قانونية، وسبق ورفضنا العديد، ومنها حتى في السابق تم تكليف محافظ المصرف الليبي المركزي، ولما رفض المجلس على الدولة بناء على الاتفاق السياسي وبنود الاتفاق السياسي لم يستلم المحافظ. فهي الإجراءات واضحة والقانون واضح، لكن ما يأخذ الجزء منه ويترك الجزء الآخر. نقلا عن بعض أعضاء مجلس النواب عن المركزي، أن المركزي أو الأخير تعهد لهم بصرف الميزانية بل وبسد العجز. لا أيضا لا أعتقد أن القوانين والتشريعات الليبية تسمح بذلك، خصوصا الاتفاق السياسي المدستر، وأي دستور أو إعلان دستوري، مواد في الإعلان الدستوري أقوى حتى من القانون. سؤال أخير سيد محمد تكالى قبل أن تغادرنا، متى سيكون موعد اللقاء المزمع مع المنفي وعقيلة رئيسا المجلس الرئاسي ومجلس النواب؟ حسب الدعوة اللي وصلتنا من جامعة الدول العربية حيكون يوم 15/7. طيب والآن أنت والسيد محمد المنفي تشاركان نقطة التحفظ والاعتراض على هذه الخطوة المنفردة من قبل
مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، هل ستقومون بطرح هذا الملف على دائرة المباحثات مع رئيس مجلس النواب وبالوساطة المصرية؟ طبعا هذا الملف، لان مجلس النواب اتخذ فيه قرار لا تنفع فيه المباحثات، تنفع فيه رساله رسميه من المجلس الاعلى للدوله برفض هذا القانون المعيب. مباشره حتاخذ المحاكم الليبيه وحترفع الطعون بناء على هذه المراسله. اشكرك على كل هذه الايضاحات رئيس المجلس الاعلى للدوله محمد تكالا. يعني كنت معنا عبر الهاتف من داخل العاصمة طرابلس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أتحول مرة أخرى لضيفي السيد سنوسي بسيكري. استمعت لحديث السيد تكالا الأخير، وسنأتي على ما تفضل به السيد رئيس لجنة الطاقة السيد عيسى العريبي، لكن قبل ذلك خطوة الأعلى للدولة برفض هذا القرار وأن المركز من المفترض أن يمتثل القوانين، كيف تقيمها سيد بسيكري؟ يعني مبدئيا موقف جيد ومفهوم باعتبار أنهم استثنوا من هذا الاتفاق وهذا القانون، والاتفاق السياسي يجعلهم شركاء في إصدار مثل هذه القوانين. ولكن ما هي النتيجة لاعتراض المجلس الأعلى للدولة؟ أنا في رأيي الشخصي إذا كان السيد تكالا والمجلس الأعلى للدولة يقدرون بأن هذا الانفراد خطير وأثاره ليست فقط على المستوى السياسي بل الاقتصادي والاجتماعي كبيرة جدا كما أشار هو، فلماذا لا يستخدم ما لديه من أوراق للضغط والاعتراض وليس فقط اللجوء إلى القضاء، اللي معروف أن مؤسساتنا التنفيذية والتشريعية وغيرها لا تلتزم بأحكام القضاء. لاحظ عندنا قرابة 10 و11 حكم، منها ما صدر ومنها في طريقة للصدور فيما يتعلق بالرسوم التي فرضت على بيع الدولار، ولم يستجب لا مجلس النواب ولا المصرف المركزي لها، ومستمر الرسم حتى بعد إقرار هذه الميزانية من قبل مجلس النواب. فأنا أعتقد بأنه محتاج أن يستخدم أوراقه أكثر. هو في حديثه قال بأنه والله ماشي في المسار السياسي ولا علاقة لنا في مسارنا السياسي بما وقع من مجلس النواب من إقرار ميزانية بشكل منفرد. ما أدري هل هذا موقف صحيح أم لا، هل استخدم فيها أوراق ضغط مختلفة أم لا، هذه هم أقدر بتقييمها، ولكن أنا لدي ملاحظة عليها. طيب فيما يتعلق بما تفضل به السيد عيسى العريبي، عديد النقاط الإيجابية التي أقدم عليها مجلس النواب بإقرار هذه الميزانية بحقيقة الإعمار، لماذا لا نسلط الضوء على مثل هكذا إيجابيات كما يتحدث، عوضا عن التحدث بشيء من الاستهجان والنقدية في كل ما يخطو به أو يقوم به المجلس؟ أنا محل اتهام في بنظر سيد عيسى باعتبارني لابس قرواطة، وكذا الدكتور هيبة لابس قرواطة على كلامها. ما نشوفش في الدكتور هيبة، ظنيت بأني أنا المقصود باعتبار السيد بوزير يلبس في قرواطة في لكن الزر. أنت مش خارج البلاد. شوف أنت صح عندك قرواطة لكن من داخل ليبيا، المتهم أصبح هيبة الآن. من داخل ليبيا. أوكي شوف، أنا ما عنديش مشكلة مع السيد عيسى العريبي في شخصه، أنا مشكلتي مع خطابه اللي يمثل رجل بصفة اعتبارية كونه عضو مجلس النواب. سيد عيسى في شخصك ما نعرفش أنت شنو، قد تكون إنسان صالح في حياتك، لكن وأنت تتحدث بصفة عضو مجلس نواب ما يليق بك أن تتحدث بهذا الشكل. مجلس النواب رئيس عضو يجب أن يتحدث بما هو علمي وما هو موضوعي وما هو تقييمي صحيح للواقع اللي تمر به البلد، لكن أنت تختصر هذه الأمور في أن والله ينظر للإيجابيات ولا تنظر للسلبيات. دوري أنا كإنسان ليبي معني بالشأن العام الليبي ولدي قدر من العلم والتخصص باعتبار أني أنا مدير مركز بحثي ولي مشوار في هذا المجال، من حقي أن أقيم أي خطوة، خصوصا وأن هذه الخطوة أو القرار أو التوجه سلبي أكثر منها إيجابي.
بل وأنه كما أشرت في بداية حديثي بأنه يكرس الانقسام ويعطيه غطاء ويتجه به إلى خطوات أكثر من ذلك. فكيف أنت يغيب عليك هذا وتقول انظروا للإيجابي؟ شنو قال الإيجابي يا أستاذ محمد؟ ما أنت أعطيت فرصة، خليني نعلق له بس على بعض كلامه. ما هي النقاط الإيجابية وسألت أنت بوضوح فأجابك؟ قال لك المرتبات، وكأن من 2014 من يوم اللي جاء السيد العريبي لعضوية مجلس النواب المرتبات واقفة، وكأن الإنفاق التسييري واقف. مرتب السيد عيسى العريبي لعند الشهر اللي فات قبل إقرار الميزانية يصل من طرابلس، يصل باعتماد من قبل وزارة المالية في طرابلس تابع لحكومة الوحدة الوطنية، مرتبه هو، دع عنك مرتب ليبيين في كل مناطق ليبيا. فأنت ما جيتش بجديد بهذه الميزانية، المرتبات ماشية والدعم ماشي والتسييري ماشي بما فيه القرطاسية اللي تستخدم فيها أنت القلم والحبر في جلساتك في مجلس النواب، هذا تسييري، هذا إنفاق تسييري. ما الجديد؟ الإنفاق التنموي هو تحدث، هو ناقض نفسه وقال بأن السنتين اللي فاتن عندنا إعمار، فما الجديد في ميزانيتك هذه؟ نعم. وأنت أقررتها لشرعنة انقسام، أقررتها بعد أن كنت تقول بهذه حكومة منتهية الولاية لا يمكن التعاون معها. اليوم تبي تعطيها بقانون منك أنت أموال، تناقضات تقع من عضو مجلس النواب ما يليق بي أن يتحدث عنها بهذه الشكل. تقول له 35 مليار ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف ما كان ينفق من محروقات، يقول لك ما هو في تهريب، مش في شخصك يا سيد عيسى، في صفتك عضو مجلس نواب لا يليق بك أن تتحدث بهذا الشكل. تصل ميزانية بند المحروقات إلى 35 مليار ويعترض عليك بهذا الرقم فتقول ما هو التهريب، الله غالب شندير، هكذا يتحدث رجل دولة؟ طيب رجل دولة وعضو مجلس نواب يمارس كل ما لديه من إمكانيات من ضغط ومحاسبة الجهاز التنفيذية لإيقاف التهريب أو تخفيفها، مش لاعتماد رقم هائل من المحروقات لأن في تهريب. وضحت تماما. أختم معك. وبعد يقول لك شنو؟ طيب. قراويط ينظروا علينا، أنا لا أنظر عليك، أنا والله العظيم ما ننظر عليك، أنا يا سيدي الفاضل مستاء من الكيفية اللي تم تعامل بها بالمال العام بهذا الشكل، والردود على تساؤلات مشروعة ومنطقية وعلمية وموضوعية. يجي يقول لك والله لابسين قراويط وينظروا، ما يجيش يا أخي. أنت عضو مجلس نواب تعامل مع الصوت الآخر بأريحية عالية، هكذا هو المنطق الديمقراطي. أنت تتحدث عن مجلس نواب منتخب ديمقراطيا، فإذا أنت تتعامل مع الانتقادات بصدر الرحب لأنك ممثل الشعب، إن كانك أنت فعلا شرعيتك كاملة فأنت ممثل شعب، تتعامل بصدر رحب مع كل ما يأتيك من انتقادات، خاصة إذا كانت موضوعية وعلمية ومنطلقة من أرقام وحقائق على الأرض. جيت تقول لي لابس قروطة وينظر، هيك نرد نحن أعضاء مجلس دولة وأعضاء مجلس نواب ورجال دولة؟ وضحت تماما أستاذ السنوسي. أختم معك لم يتبقى لدي كثير من الوقت دكتور إبراهيم، هل هي فعلا ترسيخ لحالة الانقسام؟ وأنت استمعت لحديث السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة وعدم موافقتهم واعتراضهم أيضا، وكان هناك حديث لأعضاء اللجنة الذين انسحبوا، وهناك من تحدث على إقالة اللجنة حتى لا يكون اعتراضهم قانوني، بالتالي هل نحن اليوم بإقرار هذه الميزانية رسخنا فعليا لتقسيم ليبيا بشكل رسمي؟ هو سيد محمد اسمح لي قبل ما نجاوب على سؤالك، وهو الحقيقة تواصل معي أحد أعضاء مجلس النواب خلال لقاء من فزان، وأنا أيضا أريد أن أشكر السيد العريبي على توضيحه، وأكد لي عضو مجلس النواب من فزان على أن البند التنمية ما ذكر بنغازي طرابلس، هو المقصود به هو المصرف المركزي في بنغازي والمصرف المركزي في طرابلس، لأن بند التنمية موحد المصرف الآن موحد أصبح، لا نتحدث على مصرفين، لا تم تقسيم البند التنمية ما بين بنك المركزي طرابلس وبنك المركزي بنغازي، فالمقصود هو ببنغازي ليست برقة، ولكن مقصود بها برقة وفزان وأماكن اللي تسيطر عليها حكومة سيد حماد، ومقصود بطرابلس والأماكن اللي سيطر عليها سيد حفتر، هذا هو المقصود ببند التنمية. بالتالي التنمية تشمل حفتر لا يسيطر على طرابلس، كان قد شن حملة عسكرية في 2019 لكنها باءت بالفشل. لا
لا ما قلت السيطرة على طرابلس، انا قلت اللي سيطر على طرابلس هو نعم. هو السيد دبيبه. السيد دبيبه ذكر عندما ذكر بند التنميه طرابلس هو المقصود به البنك المركزي طرابلس، عندما ذكرت التنميه بنغازي هو المقصود به البنك المركزي بنغازي. هذا توضيح اللي بين لي احد اعضاء مجلس النواب، ونفس الكلام اعتقد انه قاله السيد العربي. نجول للرد على سؤالك، وبالتالي هذا الامر يشمل فزان، يعني تنميه الحجم، حجم انفاق على فزان كم هو حجمها، انا اعتقد انه يجب ان يتم توضيحها. بالعوده للسؤال وصلنا لختام الحلقه، نعم. مددنا اكثر من اللازم، نعم. عذرا لك دكتور ابراهيم، تفضل. نعم احنا دي لازم فزان مهمشين حتى في الاعلام. لا 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 بالعكس. والله يا دكتور، يا دكتور انت 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 ضيف دائم على ليبيا الاحرار، واحد الوجوه التي نعتز بوجودها، وانت تعلم ذلك، واليوم كنت اضافه حقيقيه، وبالتالي في ليبيا الاحرار لا يوجد هذه التصنيفات ولا التفرقه حتى. تفضل. الخير جاي. المهم التقسيم هو فعلا يعني سواء كانت هي، انا لا اعتقد ان الميزانيه فقط هي اللي زالت رسخ التقسيم، ولكن التقسيم هو موجود، والتقسيم يترسخ مع مرور الوقت، ان في مؤسسات تبنى يعني وتستمر في عمل الانقسام هذا، وبالتالي يترسخ التقسيم، ويصبح حتى العوده حتى توحيد يصبح صعب مش سهل، وبالتالي يصبح المجال امام البناء على هذا التقسيم للاسف الشديد. وبالتالي انا اعتقد ان الميزانيه يعني هي فقط اعطت صبغه شرعيه للتقسيم، صبغه شرعيه للتقسيم، ان هناك حكومتين زي ما قلت انت مثلا في الاول لما كانوا مش معترفين بحكومه دبيبه، مثلا البرلمان سحب الثقه من حكومه دبيبه، الان يتكلم بمنطق اخر، بمنطق واقعي، وهو اوكي احنا عندنا حكومتين وهذه حكومه مش معترفين بها، ولكن بنعطوها حقها من 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 الميزانيه، وبالتالي هذا شكرا جزيلا. نعم دكتور نعم. ابراهيم هيبه استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من داخل الولايات المتحده الامريكيه. الشكر موصول لضيفي من دالاس الكاتب والمحلل السياسي محمد بويسير، وايضا استاذ العلاقات الدوليه والسياسات المقارنه ابراهيم هيبه الذي كان معنا من داخل الولايات المتحده. ايضا كما اشكر ضيفي من طرابلس رئيس المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات السنوسي بسيكري، واشكر ضيفي عضو لجنه او رئيس لجنه الطاقه بمجلس النواب السيد عيسى العريبي، واشكر ايضا ضيفي رئيس المجلس الاعلى للدوله السيد محمد، كما أشكر ضيفي الذي لم يبقى معنا طويلا وغدرنا منذ أول سؤال، حيث لم يتسع صدره لاستفهامات الرأي العام والمواطنين الليبيين، وكذا الصحافة، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب السيد عمر تنتوش. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حوارية الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.